بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. بداية الحلقة النهاردة أنا حابب أولا أن نشكر إدارة قناة النادي الأهلي، وحابب أن نشكر شركة استادات الوطنية بقيادة رئيس مجلس الإدارة المهندس سيف الوزيري. الحقيقة المهندس سيف الوزيري له دور كبير جدا جدا خلال الفترة السابقة في نقل كل الأحداث اللي حضراتكم بتشوفوها على شاشة قناة النادي الأهلي. الحقيقة دايما التعليمات اللي بتيجي لإدارة القناة إن احنا نشوف جمهور النادي الأهلي عايز إيه ونعمله، والحقيقة إن احنا خلال الفترة السابقة على قد ما بنقدر زي ما قلت لحضراتكم بنحاول إن احنا نجيب كل الأحداث الرياضية وتكون الخاصة بالنادي الأهلي طبعا، أو بيكون طرف ليها النادي الأهلي فيها النادي الأهلي، وبنحاول نحطها على شاشة قناة النادي الأهلي. النهاردة تهنئة كبيرة جدا جايالي، أنا ما جبتش معايا التليفون، فتهنئة كبيرة جدا جايالي من كثير من جمهور النادي الأهلي بيشكروني وبيشكروا إدارة القناة على النقل اللي ماشي أو النقل اللي بيحصل من خلال أو على شاشة قناة النادي الأهلي. فأنا الحقيقة عايز أقول بس حاجة في هذا الأمر، أولا اي حاجه احنا بنعملها بنعملها عشان خاطر جمهور، او اداره القناه بتعملها بتعملها عشان خاطر جمهور النادي الاهلي بعيدا عن اي حاجه، ده شغل كل واحد فيهم وفينا ان احنا نشتغل عشان خاطر نسعد جمهور النادي الاهلي وليس لاي شيء اخر. خلي بال حضراتكم احنا عندنا سياسه، هي سياسه النادي الاهلي بنمشي عليها، وسياسه النادي الاهلي هي اسعاد جمهوره، اسعاد جمهوره بالطريقه اللي بتتناسب مع جمهور النادي الاهلي. فيعني النهارده الحمد لله ناقلين لحضراتكم السله رجال والسله سيدات على شاشة قناتكم قناة النادي الأهلي، وأيضا بننقل أو نقلنا لحضراتكم السيدات في كأس الكؤوس الإفريقية اللي موجودة على شاشة أو على صالة النادي الأهلي في الجزيرة. فبالتالي كل حاجة الحقيقة بنحاول نقدر أو بنقدر نعملها بنحاول نقدر نعملها، ولكن بيجي من ورا ده أن هناك دائما دفعة كبيرة جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة اللي بيوافق لنا على كل هذه الأمور وبيقف معانا في كل هذه الأمور علشان نقدر حضراتكم تشوفوا اللي بتشوفوه من خلال شاشتكم، شاشة قناة النادي الأهلي. تعب كل الناس والناس كلها واقفة علشان خاطر كل ما أجي أتكلم مع حد أنت تعبان أنت قول لي جمهور النادي الأهلي، أهم حاجة جمهور النادي الأهلي يبقى سعيد ويبقى مبسوط، وعشان كده ده شغلنا أو ده شغل إدارة القناة، وإدارة القناة بتحاول أو بتسعى دائما من خلال وجودنا تحت مظلة مظلة شركة محترمة اللي هي شركة استادات الوطنية. الحقيقة رئيس مجلس إدارتها المهندس سيف الوزيري اللي زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي لما باجي أتكلم لما بنيجي نتكلم معاه يقول لك جمهور النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي وإحنا في ظهركم على طول. فأنا اللي بشكركم جدا على هذه المتابعة الكبيرة اللي حضراتكم بتعملوها على شاشتكم شاشة قناة النادي الأهلي، وسوف نسعى خلال الفترة القادمة لأن نكون أو نسعى أن احنا نعمل لحضراتكم دائما الأفضل والأفضل والأفضل خلال الفترة اللي جاية، لأن كل اللي يهمنا هو شيء واحد فقط، رضا جمهور أو رضا وسعادة جمهور النادي الأهلي. ألف ألف مبروك لفريق السلة النهاردة اللي قدم مباراة عظيمة جدا أمام واحد من أهم وأكبر المنافسين في عالم السلة، لا في عالم الرياضة عموما، نادي الاتحاد سيد البلد في اسكندرية بيحب أو جمهوره دايما في كرة السلة شايف أن الاتحاد مختلف، وبالفعل هو الاتحاد فريق مختلف، فريق كبير عنده مجموعة رائعة من اللاعبين، عنده رئيس نادي. الحقيقة أكتر حاجة لفتت نظري هو الأستاذ محمد مصلحي لما نزل بعد المباراة وقف مع فرقته مغلوبين طبعا من النادي الأهلي، ولكن نزل معاهم وقف معاهم وقال لهم، واضح يعني الكلام أنا معرفش لكن واضح أنه بيقول لهم لازم نلعب المباراة اللي جاية ونبقى أفضل. هذا هو هذه هي الرياضة بالمناسبة، أن تكون العلاقات دائما محترمة ما بيننا وما بين كل الأندية وما بيننا وما بين كل الأندية الكبيرة والمحترمة، هو ده دايما اللي بنسعى ليه، وهي دي دايما سياسه النادي الاهلي. عشان كده دايما هتكلم عن الترجي مثلا بشكل رائع، لما اجي اتكلم عن نادي الاتحاد فريق كبير فريق عظيم فلازم اتكلم عنه بمنتهى الاحترام وبمنتهى الحب كمان، انا بحب نادي الاتحاد السكندري مش انا لوحدي، معظم جمهور النادي الاهلي بيحب نادي الاتحاد السكندري، وعلاقه النادي الاهلي بكل الانديه الشعبيه وغير الشعبيه هي الحقيقة بتبقى دايما علاقة رائعة جدا. افتكروا لما راح النادي الأهلي لعب في أسوان
كيف كانت مقابله جمهور نادي اسوان او جمهور اسوان الحبيبه للاعبتهم ولاعيبه النادي الاهلي؟ افتكروا الكلام ده عشان تعرفوا مدى حب النادي الاهلي او الناس للنادي الاهلي، وقد ايه ان لعيبه النادي الاهلي دي بتحاول دايما انها تعمل كل حاجه كويسه عشان خاطر جمهورها. فالحقيقه مباراه صعبه جدا جدا امام منافس قوي، هي اولى المباريات اللي استطاع النادي الاهلي ان يفوز فيها النهارده 69-62. الواحد الحقيقه بقى بيستمتع بمباريات السله بتاعت النادي الاهلي، حاجه كده بتعلي لك الادرينالين بتاعك، بقيت عارف ان مهما كانت النتيجه راحت وجت بس الاهلي ممكن يتفوق في اي وقت. كل اللعيبه النهارده مع مديرهم الفني اوجستي بوش والمحترف تومسون، الحقيقه اللي انا بشوف ان هو النهارده له الفضل الاول والاكبر في فوز النادي الاهلي، عامل ماتش كبير جدا جدا جدا. ولكن احنا كل ده بنتكلم في مباراه واحده او فوز في مباراه واحده من سلسله مباريات، خمس مباريات البيست اوف 3 بيست اوف 5، اللي هيكسب ثلاث مباريات هيصل او هياخد البطوله. فلسه مش عارفين المباراه اللي جايه بكره ان شاء الله ايه اللي هيحصل فيها. لو النادي الاهلي كسب هيبقى لنا مباراه واحده، لو لا قدر الله حصل حاجه تانية هنخش بقى لسه بنشوف الثانيه والثالثه ونشوف اللي هيحصل ايه خلال الفتره اللي جايه. ولكن هي بدايه جيده جدا جدا للاعيبه النادي الاهلي ولسله النادي الاهلي. وزي ما قلت لحضراتكم الحقيقه السنه دي النتيجه 15-4. هتقولي نتيجه ايه اللي 15-4 دي؟ هقول لك ان النادي الاهلي في العاب الصالات لغايه دلوقتي احنا لعبنا 19 بطوله. النادي الاهلي هو الاول، هو الفائز ب 15 بطوله، اللي بعدنا اعتقد الزمالك باربع بطولات. يعني انت 15 اللي بعدك الزمالك اربعه. فبالتالي انا ما اعرفش كل شويه بتكلم في هذا الامر لانه انا الحقيقه ما ببقاش عارف هو ليه الناس بتبقى كده؟ ليه الناس بتبقى بس على رأي اللي قال بقى، قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه هم لما بيجوا يكسبوا بطوله واحده من اي من 20 من 20 بطوله، لما اكسب بطوله واحده بتبقى الموضوع كبير قوي. يا نهار ابيض، احنا بالنسبه لنا ال 15 بطوله دي، لا احنا عايزين ال 20 بطوله، عايزين ال 19 بطوله ناخدهم كلهم، عايزين بطوله السله دي ناخدها، وبطوله السله اللي جايه ناخدها، وبطوله الطايره اللي جايه ناخدها، واليد اللي جايه ناخدها. هو ده اللي احنا عايزينه دائما، وهنعمل ايه؟ هذا هو قدر لعيبه النادي الاهلي، او اللي عايز يلعب في النادي الاهلي يجب ان يفكر بهذا الشكل، لان عندك جمهور يحرك الصخر. لو في صخر، جمهور ده لو الصخر ده هو اللي بيلعب، الجمهور ده يقدر يحرك الصخر. اكيد طبعا هنتكلم عن مباراه الترجي النهارده وهنتابع ايه اللي بيحصل في تونس، ولكن عايز ابدا بس كده الاول بموضوع مهم الحقيقة اتكلمت مع حضراتكم امبارح فيه، وهو ما حدث من الحكم الكابتن وليد عبد الرازق اللي كان بيدير مباراة الزمالك وبروكسي أحد أندية القسم الثاني في دور الـ32 لكأس مصر. من امبارح للنهاردة الدنيا كلها اعترفت أن الأخطاء التحكيمية كان لها دور مؤثر وكبير في نتيجة المباراة. حتى في قنوات الأندية الأخرى قالوا كده، محللين التحكيميين قالوا هذا الكلام، قالوا إن النتيجة أو الأخطاء التحكيمية أثرت على المباراة أو على نتيجة المباراة. حتى ساعتها الحالات يعني حاجة ما تخصناش، لكن يعني الحالات ما تعرضتش. ماشي، اتكلمنا برضو امبارح عن اختلاف ميزان القرار عند كابتن وليد، وهي دي القصة، خصوصا في لقطة محمود متولي لو تفتكروا في مباراة المصري والإنذار السريع اللي طلعه. معلش أنا من امبارح بوري لحضراتكم هذه الصورة، ولكن الصورة دي من امبارح هي الترند، هي اللي الناس كلها بتتكلم عنها، لأنها صورة ما فيهاش مسطرة واحدة، حالة واضحة من لعيب بروكسي ولعيب نادي الزمالك حاطين إيديهم عليهم ما طلعش أي بطاقة، كمان ضربتين جزاء اعتقد ان كل الناس قالت ان هما صحيحتين غير محتسبتين لصالح نادي بروكسي. ولكن انا استوقفني النهارده شيء اخر، استوقفني النهارده الحقيقه تصريح كابتن رمزي صالح
المشرف على كرة القدم في نادي بروكسي، بيقول ايه كابتن رمزي؟ بيقول احنا لينا ضربتين جزاء، يعني الناس كلها معترفة بالضربتين دول، ولكن لما سأل الناس سألته انت هتشتكي؟ قال لهم اشتكي؟ مش هشتكي، لان احنا عارفين ان مش هيحصل حاجة بعد الشكوى. تخيل حضرتك فقدان الثقة في اتحاد كرة القدم ولجانه واصلة لحد فين؟ يعني لما تيجي يا حقك يا كابتن رمزي، ان انت مش انا اللي بقول له والله، يعني ده الصحفيين بيسالوه في لقاء اعلامي مش في قناه الاهلي، ده مسجل وعلى الهواء في قنوات اخرى مش هنا. هو قال انا يا كابتن بيسالوه هتشتكي؟ قال لهم انا اشتكي ليه؟ اشتكي لله بس، ربنا بس هو اللي بياخد الحقوق، لكن اي حد تاني ما بياخدش. فكده كده لما اشتكي هيحصل ايه؟ مش هيحصل حاجه. طيب النهارده ما انا بوري حضراتكم ايه اللي بيحصل النهارده. تسريبات، ركزوا معايا بقى في التسريبات دي، التسريبات دي من اتحاد كرة القدم، ان في عقوبة بالايقاف لمدة شهر لكابتن وليد عبد الرازق. انا بقول لحضراتكم ان ده كلام، اي كلام، ما حصلش، ما هي الا تسريبات، مجرد كلام لتهدئة الرأي العام. وبعدين برضو بيني وبينكم، يعني هي المشكلة في الايقاف؟ طيب ما هو هيتوقف وهيرجع يكرر نفس الاخطاء مره تانيه، بدليل ان هو عملها فوق وعملها تحت، عملها مع الاحمر، عملها مع الابيض، عملها مع الاورنج. هي اين الحلول اللي عند لجنه الحكام؟ هو لسه لجنه الحكام مصممين بعد هذا الاداء اللي حضراتكم شفتوه؟ هذا الاداء انا بنتقد هنا اداء، ماليش دعوه بشخصيه، انا بنتقد اداء، هذا الأداء الهزيل اللي احنا شفناه من معظم الحكام. في أخطاء تانية كتير حصلت في مباريات أخرى، ولكن هي دي اللي ظاهرة قدامي. هل لسه حضراتكم مصممين على عدم استقدام حكام أجانب وفقا للائحة بعد هذا المستوى؟ والسؤال اللي بقالي أسبوع دايما بطرحه ودلوقتي كله بيتكلم فيه، هو كأس مصر بدون تقنية الفار لحد امتى؟ محدش بيرد، محدش بيرد ويكون واضح. يا جماعه قولوا لنا لحد امتى هتتلعب ماتشات كاس مصر بدون فار؟ خليكوا اطلعوا اتكلموا مع الناس. ما انتوا حضراتكم كنتوا مجتمعين النهارده، وحتى هذه اللحظه لغايه لما من قبل ما اخش مع حضراتكم لم تخرج علينا اي قرارات. هو الاجتماع ده حضراتكم بتناقشوا فيه ايه بالظبط؟ مشكلة الذرة؟ ما هو حاجة غريبة جدا. اتحاد كرة القدم مصمم ان هو يعيش في دور ما ان هو ما شافش حاجة، شاهد ما شافش حاجة. اتفرج، اتفرج اللي عايز تتفرج. وانا هقول لحضراتكم معلومة مؤكدة وعلى مسؤوليتي الشخصية، دور ال 16 في كاس مصر ما فيهوش فار. يا رب اطلع كذاب، يا رب يا رب اطلع كذاب. الكلام ده على مسؤوليتي زي ما بقول لحضراتكم كده، قلت لحضراتكم من اسبوع 10 ايام ان هنلعب كاس مصر في دور ال 32 من غير فار. وحصل. اتحاد كرة القدم حتى هذه اللحظة مش عارف ولا مش قادر ولا مش عايز يحل مشكلة الفار، معرفش هو عايز يسيب، هات الصورة اللي فاتت، مش عايز، عايز يسيب الصورة كده تظهر للعلن كده، عايز يسيب الظلم على كل اللي لابس أحمر واللي لابس أبيض واللي لابس أورنج عشان محدش ياخدني في سكة واحدة. دي ركلة جزاء، لو العكس كنت هعملها العكس برضه. بص حضرتك كابتن وليد بالمناسبة النهاردة طالع يتكلم على الفيسبوك، هو حر، هو حر، أنا مش عايز أتكلم في حاجات شخصية، ولكن خلينا أتكلم عن أخطاء واضحة، أخطاء لا يمكن الكلام إلا عنها. طيب مرة تانية أنا بقول لحضراتكم أهو، ويا رب أطلع كذاب، لو طلعت كذاب هطلع أقول يا جماعة أنا كذبت على جمهور النادي الأهلي
في دور ال 16 اللي انا بقوله لحضراتكم دلوقتي لغايه قبل ما اخش، قبل ما اخش، اتحاد كره القدم لم يتخذ قرار بوجود تقنيه الفار في دور ال 16 من كاس مصر، واحتمال كمان دور الثمانيه، ما اعرفش لسه دور الثمانيه، ولكن انا بتكلم دلوقتي على دور ال 16 لغايه وانا داخل ما حصلش. وبيحاولوا دلوقتي يزقوا كده الموضوع. ايه يعني ايه يزقوا الموضوع؟ يعني ان الفار يبقى موجود في النصف النهائي فقط، نصف نهائي الكاس، توفيرا للنفقات طبعا بسبب المديونيه الكبيره اللي على اتحاد كره القدم للشركه المنفذه للفار في مصر. طب ده كلام يا جماعه، يعني المعلومات اللي بتوصلني دي لو صحيحه ما طلعتش كذاب، واتمنى ان انا اطلع كذاب، وان الفار يتم تطبيقه بدايه من دور ال 16. اتمنى تشتغل واطلع كذاب وتكذبوني، والله ساعتها هطلع ابقى سعيد ومبسوط وهسقف. اهم حاجه ان العداله يتم تحقيقها لكل الفرق، النادي الاهلي وكل الانديه اللي بتمثل فرقها في دور ال 16. العالم كله بدا يعتمد على الفار في كل المسابقات ما عدا اثنين، الاتحاد الافريقي في دور ال 64 وال 32 ودور المجموعات. تخيل حضرتك مباراه زي الاهلي والهلال وما فيهاش فار، تخيل حضرتك اللي هي كانت في المجموعات دي، تخيل حضرتك ان مباراه اهلي وسان داونز بالقيمتين، بقيمه النادي الاهلي وقيمه سان داونز وقيمه الاهلي وقيمه الهلال وما فيهاش فار. يبقى الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري هما دول. فاحنا دلوقتي كمان الجديد اللي بيحصل ايه؟ اللي انا اعرفه ان انا لما اجي اروح اتكلم مع واحد بتاع، واحد فرارجي بتاع فراخ، اقول له يقول لي كيلو الفراخ ب 10 جنيه، اقول له لا، وافصله. افصله. ده اللي انا اعرفه، ده الفصال اللي انا اعرفه. لكن حتى الفار هنفصل فيه. يعني حتى الفار هنفصل فيه. بمعنى ايه يا عم اسلام هتفاصل فيه؟ يعني دلوقتي الناس بتفاصل في ايه؟ طب ناخده من الدور النهائي بس في الكاس، ولا الدور اللي قبل النهائي؟ ولا من الدور الثمانيه؟ الكلام اللي انا مش عايز احلف، ولكن الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده كلام موثوق منه 100%. يعني انت تقدر تروح تفاصل مع هنا 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 هنا، لكن حتى المباريات اللي تتلعب فيها فار واللي ما فيهاش فار ايه بيتم الفصال فيها. يا جماعه هو في كده في الدنيا؟ والله ما شفت ولا هشوف ولا اي حاجه. هتقولي مديونيه وعلينا مديونيه وعلينا وعلينا وعلينا، وانت بتلعب كاس الرابطه بالفار ولا انا ايه مش واخد بالي؟ كاس الرابطه يبقى بالفار وكاس مصر لا. احدى البطولات الوديه، احدى البطولات الوديه للناشئين، احدى البطولات الوديه للناشئين لعبت بالفار. وساعتها لو تفتكروا سحب الفار من الدوري المصري عشان. طب ده كلام والنبي، طب ونسكت ازاي؟ يعني انا نفسي والله العظيم ثلاثه اطلع اتكلم في ايجابيات بتحصل، انه والله اتحاد كره القدم ده، وعلى فكره لما بتحصل يعني مثلا، والكابتن احمد ناجي معانا امبارح اتكلمنا في ان دكتور جمال محمد علي عامل شغل رائع جدا في قصه الرخص. انا وسقفنا هايل لان انا طالبت وساعتها لكن لما بنتكلم احنا بنتكلم على شيء يجب ان يحدث علشان الصالح العام، مش عشان صالح اسلام ولا عشان صالح الاهلي ولا جمهوره. طبعا عشان صالح الاهلي وجمهوره، ولكن ايضا عشان صالح الكره المصريه. هو لو في فار امبارح المباراه بتاعت الزمالك وبروكسي كانت انتهت بهذا الشكل؟ ما كانش الفار اللي قاعد على الفار هينده على كابتن
وليد ويقول له يا كابتن وليد تعالى شوف الكرة دي ركلة جزاء ولا مش ركلة جزاء؟ طيب خليني اقول لحضراتكم برضو معلومة بيريرا من المصدر بقى، انا اجيب لكم المعلومة اهو من بيريرا نفسه. اتكلمنا مع بيريرا وقال لنا ان الحالات لم يتم رجوع، يعني لم تراجع حتى الان. قال لي ده قال بكره هيتم مراجعتها بكره. فبالتالي تسريبات العقوبات ما هي الا تهدئه للراي العام. عموما احنا هننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر في المباريات القادمه. ما هو انت لو واقف اسلام، ما هو اسلام مش هيظهر، لكن لو ظهر يبقى انت كنت بتعمل ايه؟ بتسكت بقيه الناس، بتهدي الناس علشان يسكتوا عنك شويه. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر. خلينا نبعد كمان شويه عن العك اللي احنا بنتكلم فيه ده ونروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي اللي بيستعد لمواجهه الترجي، وزي ما قلت وبكرر وساظل اكرر هذه الكلمه، ان مباراه يوم الجمعه واحده من اصعب المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي، وبعيدا عن الظروف الحقيقه اللي بيمر بيها فريق الترجي، لكن تظل هذه المباراه هي مواجهه قويه ولها حسابات خاصه، ولابد من التركيز طوال 90 دقيقه. حاولوا تجيبوا لنا استاذ محمد الضماطي نطمن على البعثه. 90 دقيقه لتحقيق فوز، يعني هنلعب 90 دقيقه عشان نحاول نكسب. طبعا كلنا ثقه في الجهاز الفني واللاعبين وفي قدراتهم على الفوز بالمباراه ان شاء الله. مباراة صعبة، مباراة مهمة، زي ما حضراتكم شايفين دي رحلة وصول لعيبة النادي الأهلي إلى تونس. مثل هذه المباريات الكبيرة محتاجة روح الفانيلا الحمراء اللي دايما بتكون سبب انتصارات أو سبب الانتصارات الأساسي مع جمهور النادي الأهلي. الفترة اللي فاتت احنا كسبنا بسبب حاجتين، جمهور النادي الأهلي أولا وثانيا وثالثا وعاشرا، ثم روح الفانيلا الحمراء وروح اللاعبين. روح اللاعبين وحماسهم كان السبب الأهم في تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات، آخرهم بطولة السوبر، وبعده السوبر في أول السنة، وبعدين الكاس، وبعدين السوبر مؤخرا، السوبر المحلي مؤخرا. عشان كده رسالتي هتكون لكل لعيبة النادي الأهلي، عايزين نفس الروح، نفس الحماس وأكتر، عشان الجمهور متحمسة جدا 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 إن شاء الله للوصول إلى إن احنا نعدي الترجي ونصل للمباراة النهائية. عايزين نفضل نحقق إنجازات. بالمناسبة وهتكلم في حاجة بسرعة جدا، لو كان أي حد بيتكلم عنك في أندية منافسة ليك أو بيتقال إن هي منافسة ليك، إذا رجعت للأرقام ستجد أن كل الأندية اللي بتنافسك أو اللي بيتقال اللي هي منافسة ليك، أقرب واحد ليك تقدر تقفل النادي الأهلي 10 سنين 15 سنة وهترجع تظل أنت الكبير برضو بالأرقام. ليه؟ إيه السبب الرئيسي في هذا الأمر؟ السبب الرئيسي في هذا الأمر أن النادي الأهلي لا يلتفت للصغائر، ولا عمرنا هنبص على الصغيرين أو على الحاجات الصغيرة اللي بتحصل، ولا مين بيخبط في النادي الأهلي، ولا مين بينشر إشاعات عن النادي الأهلي، ولا مين بيقول إيه عن النادي الأهلي، ولكن بننظر لشيء واحد فقط بس. أنا عايز إيه؟ أنا عندي إيه؟ السوبر المحلي في كرة القدم عايز أكسبه، كسبته، فرحنا واتبسطنا وجبنا الكاس واتبسطنا بيه وفرحنا بيه، صح؟ النهاردة زي ما حضراتكم شايفين اللعيبة متفائلة ونازلة جري علشان تروح تلعب الدور قبل النهائي في دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي في ظل هذه الظروف الصعبة جدا في هنا في مصر، صعبة جدا من الناحية إن أنت عندك مباريات كثيرة جدا ورا بعض، وفي ظل هذه الظروف حضرتك بتروح عشان تكسب، عندك غرض واحد فقط، تروح تكسب الترجي عشان تسعد جمهورك. عشان كده فكرة الفصل ما بين البطولات والمباريات وتجديد الدوافع هو ده الفرق ما بين النادي الأهلي عفوا النادي الأهلي وأي حد تاني. عشان كده تلاقي النادي الأهلي إيه؟
يقول لك اصلهم محظيظ. هي مش محظيظ، مفيش حاجه اسمها محظيظ، لكن ماشي. يقول لك هي هم محظيظ، الاهلاويه دول محظيظ. نتشرف ان احنا محظوظين، حظنا حلو، ولكن الحظ بيجي للي بيجتهد واللي بيعمل، عشان كده ربنا بيجيب له التوفيق. لكن عمركم ما هتعرفوا يعني ايه حظ، مش احنا، هم مش هيعرفوا يعني ايه حظ، لانه لا احد يجتهد. انت عندك مجلس اداره اول ما بيشوف ان في مشكله في الهاند بول اتصرف وخلى الهاند بول ياخد كل حاجه زي ما حضرتك شايف. عندك مشكله السنه دي في الطايره، هتشوفوا اللي هيحصل ايه علشان ناخد كل حاجه السنه الجايه. مفيش نادي بيفضل كويس في كل الالعاب في كل حاجه. وخدوا بال حضراتكم، احنا ولا بنمضي اجهزه فنيه على تعاقدات ولا على تعهدات ولا على الكلام اللي بيحصل ده، ما يصحش. لكن ماليش دعوه برضو، حاجه ما تخصنيش. لكن النادي الاهلي مش كل حاجه بتمشي، مفيش حاجه بتمشي ان انا عندي السنه دي 40 بطوله فانا هاخد ال 40 بطوله، اتمنى ان انا اخدهم وبجتهد ان انا اخدهم، لكن ما باخدهمش كلهم. هو ده الفرق دائما ما بين النادي الاهلي، ان انا ما ببصش ورايا، انا دايما ببص فوق، راسي فوق، ببص فوق، ببص للي قدامي، ما ببصش للي تحتي، بعيد بعيد خالص. فعشان كده بقول لحضراتكم احنا لولا وقفة جمهورنا في ظهرنا كانت الامور اتغيرت. ولو ودايما من فضل حضراتكم كل حاجة هتتصلح وتتحل الايام اللي جاية ان شاء الله. في حاجات هتبان، يعني خليني انا بس مش دلوقتي اقولها، لكن هتبان في وقتها. من فضل حضراتكم نحن نحتاج الى جمهور النادي الاهلي، نحن نحتاج الى جمهور النادي الاهلي في كأس الكؤوس، في صالة النادي الاهلي، صالة الشهداء في نادي الاهلي، في الهاند بول. نحن نحتاج لجمهور النادي الاهلي في السلة، في مباريات السلة امام الاتحاد السكندري عندما تتاح الامور للجمهور. نحن نحتاج الجمهور في مباراة الترجي ان شاء الله القادمة. نحن نحتاج الجمهور في كل مباريات النادي الاهلي، لان بدون الجمهور الاهلي عندنا مشكلة كبيرة جدا 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 بدون جمهورنا. عموما هي مباراة صعبة جدا ومباراة من أصعب المباريات اللي هنلعبها هذا الموسم. خلونا نطلع نشوف تقرير عن هذه المواجهة، المواجهة الصعبة، الأهلي والترجي، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. عندما يمتزج جمال الطبيعة بعبق التاريخ ويرتمي الجبل في حضن البحر وتكتسي الصحراء رداء الخضرة المنقوش بأشجار النخيل، وكأن المكان لوحة فنية تنبعث منه رائحة الياسمين معانقا المنازل البيضاء ذات الشبابيك الزرقاء، اعلم إن الحديث هنا عن تونس الخضراء. يحل المارد الأحمر يوم الجمعة المقبل ضيفا على استاد حماد العقربي في مدينة رادس في تونس الشقيقة لمواجهة الترجي في المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا، ويسعى الأهلي لمواصلة كتابة التاريخ وتحقيق فوز مهم لمواصلة تحقيق حلم اللقب الحادي عشر. فالمواجهات أمام الفرق التونسية الشقيقة مليئة بالندية والإثارة. المارد الأحمر سيدخل اللقاء متسلحا بتتويجه منذ أيام بلقب كأس السوبر المصري وتربعه على عرش لقب الدوري المصري الممتاز وطموحه بالفوز للتتويج بلقبه الحادي عشر، فيما سيقدم الترجي كل ما لديه من أوراق لمصالحة جماهيره بعد أن تلقى هزيمتين على التوالي في منافسات الدوري التونسي، آخرها كان أمام الإفريقي بهدف دون رد، والسعي للتتويج أيضا بلقب الأميرة السمراء للمرة الخامسة في تاريخه. يعول الأهلي على لاعبيه أصحاب الخبرات في مواجهة الترجي، وفي مقدمتهم علي معلول الظهير الأيسر صاحب الأداء المميز أمام الفرق التونسية، والذي خاض بقميص الأهلي عدة مواجهات أمام أندية تونس. الشياطين الحمر أينما ذهبوا في كافة المحافل تذهب معهم أحلامهم وعينهم على الإنجاز، ودائما ما يكون طريق التتويج بالبطولات والإنجازات مليء بالطموحات. طيب طبعا الأجواء في تونس رائعة زي ما حضراتكم شايفين،
وفي حالة من التركيز والجدية داخل معسكر الفريق. النهاردة الفريق بيخوض ميرانو الأول تحت قيادة كولر طبعا في تونس، ميرانو الأول في تونس، والجهاز الطبي أعلن جاهزية حسين الشحات. كولر مدرب كبير، مدرب مخضرم، أصبح تخصص أو من المفترض أنه يكون متخصص في مثل هذه المباريات الكبيرة. كولر حقق 3 بطولات وبيسعى لمواصلة البطولات مع النادي الأهلي من خلال بطولة إفريقيا اللي عاد فيها من بعيد وحقق نتائج أكثر من رائعة، كمان بطولة الدوري. الحمد لله والشكر لله النادي الأهلي بيسير فيها بخطى ثابتة، إن شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق البطولتين يا رب إن شاء الله. كمان من المميزات الرائعة عند كولر، كلنا شايفين حالة اللاعبين في المباريات، مفيش فرق بين لاعب أساسي ولاعب احتياطي، وهو ده الشغل اللي احنا كنا دايما بنسعى ليه وبننظر ليه أو بننتظره. كمان إن اللي بيعمله كولر وجهازه الفني إنهم بيتعاملوا مع كل اللاعبين على إنهم شيء واحد وحاجة واحدة، عشان كده بنشوف دائما الكل جاهز. السولية يغيب تلاقي حمدي وديانج ومروان جاهزين، متولي يغيب تلاقي ياسر ورامي موجودين، مفيش فرق، مفيش فرق خالص ما بين ده وده. كولر الحقيقة بيكتب تاريخ جديد، إن شاء الله كل جماهير النادي الأهلي منتظرة منه الكثير خلال الفترة القادمة. تعالوا نطلع نشوف هذا التقرير عن مارسيل كولر ونرجع نكمل بقى ونقرأ أخبارنا، أخبار البيت الكبير. يا رب يديم الفرحة ودايما نفضل مبسوطين ودايما نفضل سعداء. من يومين كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أعلن عن افتتاح مقر التجمع الخامس، ان هو بيتم افتتاحه ان شاء الله يوم 1/6 فرع الرابع، وان شاء الله ان شاء الله يكون فرع، انا متاكد ان هو فرع من احدث واجمل الفروع اللي موجوده او مقرات النادي الاهلي اللي موجوده. النهارده كمان لجنه العضويه بالنادي الاهلي برئاسه الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره أجرت العديد من المقابلات الشخصية مع الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي، الحقيقة وسط إقبال شديد جدا جدا جدا. الناس سمعت كلامي الحمد لله وراحت قبل 1/9 أو حاولوا تروحوا قبل 1/9، أنا تاني مرة بقولها أهو مع إنه مش من حقي إن أنا أقولها، لكن تاني مرة بقولها إن أنا قبل 1/9 الحقوا اشتركوا في مقرات النادي الأهلي المختلفة، مش هقول أكتر من كده. يوم 1/9 هتعرفوا ليه والفرق قد ايه. لكن النهارده لما كنا بنسال الاستاذ طارق قنديل على التواجد والناس اللي متواجده ورحنا شفنا والناس صورت وكده، لا موضوع مختلف. بسم الله ما شاء الله عدد كبير جدا من الاهلاويه اللي حابين يكونوا متواجدين، وغير الاهلاويه الحقيقه اللي حابين يكونوا متواجدين في افرع او في مقرات النادي الاهلي المختلفه. الوضع مختلف تماما اليومين دول، مقر التجمع ومقر الشيخ زايد ومقر مدينة نصر ومقر الجزيرة، إن شاء الله وعلى حسب كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة مقر التجمع الخامس لن يكون المقر أو افتتاح المقر الأخير، إن شاء الله من المحتمل أن يكون في مقرات أخرى في محافظات أخرى في محافظات مصر. الحقيقة لأنه الأهلوية 80 ولا 81 مليون أهلاوي متواجدين في مصر كلها، شايفين حضراتكم الإقبالات دي إيه؟ عدد كبير جدا من الأهلاوية بيحاولوا يكونوا وغيرهم بيحاولوا يكونوا متواجدين إن شاء الله خلال الفترة القادمة في النادي الأهلي وجمعيته العمومية، لأنه الجمعية العامة الحقيقة إحنا عندنا 80 أو 81 مليون أهلاوي بيحبوا هذا النادي وشجعوا هذا النادي بقلبهم. فإن شاء الله كان نفسي بس الكابتن يعملها يوم 6/1. 6/1 برضو بالنسبة لنا تاريخ حلو بنحبه كلنا كأهلوية يعني، لكن خلاص 1/6 علشان بقى 6/1 من 1/6 ما فيش مشكلة. لكن هو الافتتاح رسميا إن شاء الله يوم 1/6 الخميس 1/6 افتتاح مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس. الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي أو فريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المتواجد في تونس اطمأن على كافة الترتيبات الإدارية للبعثة منذ وصولها إلى مطار قرطاج وحتى فندق الإقامة. أكد الضماطي على توفير كافة سبل الراحة للفريق
وتذليل كافة الصعاب في طريق البعثة وتهيئة الظروف التي تخدم الجهاز الفني في تحقيق أهدافه خلال مباراة الترجي. اطمأن رئيس البعثة أيضا إلى في خلال حديثه مع رئيس مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والكابتن سمير عدلي المدير الإداري على الترتيبات الإدارية الخاصة بملعب التدريبات والتنقلات وكافة الأمور المتعلقة بالجانب الإداري للبعثة وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه البعثة. الكل ينتظر الأبطال إن شاء الله. مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي بيعقد محاضرات بالفيديو للاعبين، وكولر يحاضر اللاعبين أيضا قبل المران الأول، والجهاز الطبي يؤكد جاهزية كابتن حسين الشحات. ودكتور إيهاب علي استشاري التغذية بيتحدث عن برنامج التعامل مع ضغط المباريات، بيتكلم ان هو يعني هناك فيتامينات ومعادن واملاح اللاعبين بيحتاجوها وهو بيحاول توفيرها او بيوفرها بالفعل. اما بالنسبه لتنظيم النادي الاهلي لبطوله كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد رجال وسيدات، الحقيقه الاستاذ مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الافريقي عبر عن ثقته الشديده وقال ان خبرات النادي الاهلي تضمن نجاحا كبيرا للبطولات الافريقيه. المنتخب الاولمبي ايضا بيبدا استعداداته لكاس الامم الافريقيه 12 يونيو القادم. اخر حاجه، فاركو بيهزم الاتصالات بهدف ويضرب موعدا مع الزمالك بكأس مصر. دي كانت أخبارنا النهاردة. الحقيقة ما عندناش أخبار كتير، ولكن عندنا ضيف كبير. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم في ضيافة البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك يا ترافولت؟ ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ كله تمام. طنشني أنت وتطلع مع كابتن أيمن شوقي. مطنشك؟ اه مطنشك. بقالك قد إيه؟ طب وأنا مش هطلع مع أيمن شوقي أول أسبوع ده، هطلع. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. أخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. كابتن سعداء طبعا اليومين دول ومبسوطين بالسوبر، كلمنا انا طول الاسبوع بتكلم في هذا الامر، ولكن برضه مهم جدا ان انا اسمع رايك في فوز النادي الاهلي بالسوبر كرة القدم والافريقي لكرة اليد. ثم مختلف الالعاب كلها، مختلف الالعاب طبعا، ولكن ايضا كابتن خطيب واعلانه افتتاح مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس ان شاء الله يوم 1/6. حاجه طبعا الخميس 1/6. حاجه جميله جدا انك انت تبقى عندك في كل منطقه او في كل مكان موجود جوه داخل جمهوريه مصر العربيه، داخل القاهره الاول الكبرى يعني. ده زي ما انا شفتك في الانترو بتتكلم لجماهير النادي الاهلي. حقيقي جماهير النادي الاهلي بتتمتع باداره جيده جدا، باداره بتبحث عن اسعادها اذا كان في البطولات او في الانديه او في الاماكن او في كل ناقص. طبعا الاستاد الكبير خدت بالك ان شاء الله ده ان شاء الله يعني ربنا يسهل لما يعني نلحقه باذن الله كله في وقته. ف هي الحكايه كلها في اي حته في اي مؤسسه ناجحه هي الاداره طبعا، يعني الاداره هي اللي بتبحث دايما على سبل النجاح في لجماهيرها للبطولات للاجيال اللي بتوصل لاجيال تانية. يعني كل حاجه بتلاقي النادي الاهلي ده بنشوفكم انتوا بتتكلموا كمقدمين برامج او اصحاب برامج كويس، وبنشوف بقيه البرامج الثانيه انتوا بتدوروا دايما على النجاح شكله عامل ازاي، او صحيح. كلنا بندور على النجاح شكله عامل ازاي. في ناس ما رايحه منهم بسبب انهم مش مفكرين غير في اللي حواليهم، صحيح يعني مش في ورقتهم هم مثلا. لا يا كابتن صح زي ما حضرتك بتقول. انا قلت وهم كويسين على فكره، تصدق يا اسلام انا لسه كنت هقول لك والله لو فكروا يلعبوا فكروا يلعبوا بس، هو ده مالهمش دعوه، هو ده وما يتكلوش على يعني حاجه معينه. انا قلت امبارح يعني كلمه مهمه جدا، لو الناس دي ما بتكرهش او بتكره النادي الاهلي قد حبها ان هي تلعب او تعمل انشاءات او كذا او كذا او كذا كان زمانها بقت حته تانية خالص. هم لكن هو كرههم ما بيفكروش غير في كرههم بس للنادي الاهلي، لكن ما بيفكروش في نفسهم. لا وفي ناس ما لهمش مش مخلينك تفكر. بص العظمه يا كابتن، بص العظمه، بص الكيان والتطوير والحاجات دي كلها عامله ازاي.
اصبح كلمه النسر دي كمان علامه تريد مارك بالنسبه لنا، بنبحث دايما على انك بترتقي دايما لاعلى. نقدر نفتخر برموزنا ونفتخر بادارتنا ونفتخر بكل حاجه، هو ده اللي بنتمناه للكل. يعني انت كنت بتكلمني عن السوبر دلوقتي اللي هو صحيح. كان لينا الشرف فيه وخدناه، المحلي كوره وافريقيا يد، لا المحلي، خلينا في المحلي، خلينا في الكوره. الكوره كنا بنلعب فرقه انا بعتبرها من احسن الفرق اللي موجوده اوكي في على الساحه في مصر، في مصر واداريا وكل حاجه متوفره لهم كل حاجه، لدرجه ان لما تيجي تقول لي انت هتقابل كنت الزمالك ولا هتقابل البيراميدز، اقول لك لا قابل الزمالك في المرحله دي، قابل مع رهبه كلمه الزمالك، مباريات الزمالك، مع احترامي لكل النداء، لكن برضو كان الزمالك النداء عيد تاني وشكل تاني وكاملة، بس انا ده كنت بتمناها وما يزعب النتيجه. بتكلم فنيا يعني؟ انا بتكلم فنيا وبتكلم حدثا، ان هو بالنسبه للجماهير كمان صحيح، لما بيبقى اهلي وزمالك وخاصه في الامارات الشقيقه، يعني اللي انا بضمن نجاح المباراه ونجاح السوبر بكل الوجوه يعني فكنت اتمناها مع نادي الزمالك. انما اما بتلاقي فرقه كبيره زي بيراميدز وبتقدر تلعب وتاخد منها البطوله، وهارد لك ليهم وعدم توفيق يعني طبعا. واحنا الحقيقه الروح اللي هي بتتزايد، وكمل كلامك لكولر اللي انت انا شفتك بالحقيقه بتتكلم عنه كويس جدا، هو الراجل ده طلع صاحب شخصيه قويه جدا تواكب شخصيه وتيشيرت النادي الاهلي، فعمل حاله لعيبه النادي الاهلي تنافسيه، وحط كل لعيب ان هم كلهم زي بعض، في اي وقت انا هحتاج كهربا 30 دقيقه او هبتدي بكهربا 60 دقيقة صحيح، هبتدي بشريف في الترجي وهناك وهرجع العب كهربا هنا، بكهربا هنا ابتدي بيه، او العكس، او يعني على حسب، هلعب بالقندوسي ومش هلعب بالمثلث اللي انا لعبت بيه قدام الرجاء قدام بيراميدز. بقى عنده فلسفة لا يواكبها الا انه يكسب، في حالة المكسب احنا كلنا بنثني عليه او كلنا بنقول في شخصية جديدة بتفهم اللعيبة، بتوصل اللعيبة كل حاجة، ولكن في شخصيات تانية اللعيبة نفسها مش فاهمة منها حاجة، مش فاهمة أنا عايز إيه الدور اللي عليا أو إيه اللي المطلوب مني. لا إحنا بقينا أصبحنا كفرقتنا إحنا الحقيقة كلنا واحدة واحدة، وده اللي إحنا وإحنا بنحلل بنشوف اللعيبة كلها بقت واحدة واحدة، محدش فيهم بيبص بصة تانية أنا ما بلعبش ليه أو في تذمر أو في أي حاجة، وكله مقتنع، لأن لو كل واحد بدنيا كويس وعايش حياته الحياه الكرويه الطبيعيه الاحترافيه اللي هي موفرها للنادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، هيلاقي نفسه بيلعب غصب عن اي حد، هيلعب لانك انت اول ما تبقى في التوب فورم بتاعك بتبقى موجود من غير ما تعمل لنفسك دعايه او اي حاجه او تتكلم على السوشيال ميديا او السوشيال ميديا تتكلم عنك، ده اتلغى عندنا خالص، بقينا الحقيقه غرفه ملابس ما فيهاش، حتى واحنا عندنا لاعب معرض للايقافات يا اسلام ما بقاش عندنا مشاكل برضه اللي بعده يعني ما عندناش اي حاجه صحيح تخلي انك انت في مسيره زي ما انت قلت اتفضلت احنا صفينا مع الهلال ها يعني كنا متاخرين بشكل غير عادي، ما كانش حد فينا خلاص كلنا مع زمام الامور مش في ايدينا صحيح. الحقيقه انت كل ما عليك انك انت تلعب هنا وتتفضل انك انت تلعب تكسب 1-2-3 زي ما انت عايز صحيح. غير كده وتوفرت الحاجات اكيد اكيد انت عندك حاجه كويسه اكيد انت شغال كويس، لان ما كانتش الحكايه دي هتروح لك ويبقى بهذا الشكل. هنا بيقول لك ان الاهلي دول محظوظ، هي ما فيش حاجه اسمها محظوظ، لكن هي موفقين لا انا يا عم معاهم يا ماشي جمع موفقين بس احنا كويسين محظوظين مش محظوظين احنا سلام احنا سلام لغه عربيه من جوه احنا من جوه سلام احنا بالظبط كده احنا ما عندناش ولو عدم توفيق بنبتدي الصفحه اللي بعدها صحيح. انت اتغلبت من صن داونز 5 اي فرقه تاخد الخمسه دول ما تشوفهاش تاني لمده شهرين ثلاثه صحيح عشان تلم نفسها وتدور ايه اللي حصل. لا شهرين ثلاثه ده قليل كمان قليل انما انت تاني يوم كنت بتكسب بره اربعه باين او حاجه زي كده القطن القطن وبتلعب بتلعب باسمك وبتلعب لا وخدت بطولتين او بطوله بعد كده وخدت بطوله وخدت بطوله ثانيه عم اعتقد ولا لا وصولك لدور الثمانيه او الدور قبل النهائي برضو في ظل الاجواء اللي كانت بتحصل وان انت ما كنتش المرشح الاول ساعتها يعني وبتعدي الدور اللي هو مع الرجاء الفرقه مش سهله يعني طبعا فرقه قويه جدا وكبيره جدا يعني وامام جماهير رائعه في المغرب تلاعب البيراميدز هو ده اللي نيجي نوصل له بقى لغايه رادس يعني
الحاجات دي كلها ايجابيات جامده جدا بالنسبه لك، انك انت قابلت فرق بمختلف صحيح وتنوع الاداء بتاعهم، وعندهم من القوه ان هم يغيروا لك التاكتكس بتاعتك، يغيروا لك التشكيل اللي انت بتلعب بيه، بقيت بتبني تشكيل جديد دايما في كل فرقه بتلعبها. صحيح. المره دي انا بلعب بثلاثه في نص الملعب اللي هو الستاره بتاعتنا، دي كان ديانج ومروان وحمدي، او لو في السوليه كمان بيبقى موجود اعتقد انه مصاب، فبقى عندك من مسافر بعد الفرقه، بس هيلعب ولا مش هيلعب ما حدش عارف لسه. ما هو ما تعرفش، ما انت مع كولر ما تعرفلوش هلعب بسيستم ايه. صحيح. هضغط على الترجي هناك وهستغل الظروف اللي هو فيها. وفي حته عايز اكلمك فيها مش عايز اطول، الجماهير اللي هم بيقولوا ان هي مش هتبقى موجوده، دي فيها ايجابيات وفيها سلبيات. ما هو الجماهير دي ساعات بتوتر الفرقه اللي بتاعته اللي هي بتلعب بيها، ما بيعدي عليه الوقت وما بيجيبش جول او اي حاجه، بيبقى في ضغط نفسي عليه. الكره ما بتبقاش، والاهلي اكيد هيلعب هناك بدور الهدوء او بدور الاصطياد او بدور الكاونتر اتاك اللي هو السريع بالنسبه له، اللي هو قدر يهز هناك، والهدف بتاعه ان هو يجيب هدف. الاهلي مش مطلوب منه غير انه يجيب هدف. فدي ممكن حكايه عدم الجماهير دي اسلام هناك، انا بشوفها عدم وجود الجماهير يعني، انا بشوفها راحه بالنسبه لفرقه ترجي في الحاله اللي هم فيها دول. انا ما اعرفش رايك ايه، يعني انا شايفها بالنسبه لهم هم مريحه جدا الفتره دي، في ظل ان هو عندهم يعني عندهم تاخر ونتائج مش لطيفه وبتاع، فودنهم هتبقى مستريحه شويه من السريخ ومن هيلعبوا كوره اكتر، او يمكن يكونوا اللعيبه بينها وبين بعض عندها روح اكتر انها تقدر تأدي حاجه ترجع جماهيرهم تاني، ان هم يبقوا يعني يسعدوا جماهيرهم يعني. فدي انا بشوفها الناس مش فاكره ودخل يعني فيهم. لو عندنا الجون يا سمير لو نقدر نجيبه، معرفش اور رايتس يعني حقوقنا ولا لا، عرضيات عرضياتهم يبقى لو سمحت، في فرق بتلعب عليهم عرضيات، والراجل شفته اعتقد بيطير بيحط كرة بدماغه حلو قوي، اصله عجبني انا عجبني، انا شايفه في التقرير عجبني قوي، انا كنت زمان بحب اطير كده برضو احط الكور دي فحاجه جميله جدا. واضح لنا ان هم اي عرضيات بالنسبه لهم، حتى هم عندهم تكتف تكثيف من الدفاع عندهم في ما بيشوفوش يعني. عارف ده مباراه ايه دي؟ دي الاهلي وبيراميدز. لا احنا عايزين مباراه يا سمير الافريقي والترجي. طب خلينا نستغل دي، ده تاكتكس جديد برضو لو بنتكلم على مش عايزين برضو الشكل الفني واضح يعني يعني برضو في حاجات جديده احنا بنشوفها، حلوه بتتعمل. احنا كنا دايما نقول ايه، مفيش جديد مفيش تنوع. على طول عايزين نلعب من العمق. لا النهارده بقينا بنلعب من على الاطراف، بنلعب من على اليمين وبنلعب على الشمال مع علي معلول. كولر بصراحه كمان خلى علي معلول في حته تانية يا اسلام. بصراحه يعني هو مش علي بس هو مش هنقدر نجيبه عشان الرايتس، فمعلش يعني نجيبه وقت. انا بشوف علي ايام مدرب اللي قبله ما كانش بهذا، ده كان هيبطله سيماني. وسيماني كان هيبطل علي. انا بقول لك بجد يعني. كان ضاغط عليه في حته معينه وما اعرفش ايه، وعلى طول وممكن يشده من الملعب وممكن عامل له حاله نفسيه. تقدير او انك انت مفهوم تفهم لعيب وتعرف امكانياته ايه وتلعب على هذا الشكل، هو ده الكوتش يعني. هو ده اللي يقدر يخليك تبقى شايف امكانيات كل اللعيبه. يعني كلنا دلوقتي قاعدين نقول هيلعب بكهرباء ولا محمد شريف في الماتش ده. اللعيبه بتاعت الكوره اللي هي اللي فاهمه قوي يقول لك انا عايز سرعات قدام دلوقتي في الماتش ده، فهلاعب محمد شريف. وخلي كهرباء في وجوده ال 20 30 دقيقه اللي هي حصلت في ماتش بيراميدز. فانا في ناس تانية تقول لك طب ما انا ابدا اخد طب ما انا اخد ال 30 دقيقه اللي هو العكس. العكس. اللي هو انا اقول الحاجات دي اكسب واضمن وبعد كده اعمل اللي انا عايزه. ده بيرجع بقى لشخصيه المدرب وشايف فرقه الترجي ازاي، وهو اللي حاسس بالدنيا والتامين بتاعه عامل ازاي. أوكي. ان هو ما يصابش. وانا اوحش نتيجه بالنسبه لي انا 0-0. انا 0-0 دي بالنسبه لي ما بتيجي هنا ماتش بيبقى عارف كده مايع كده، بتيجي انت هنا كمان تيجي هنا خايف تتلط جول يوديك لثلاثة، يوديك في حتة تانية، يوديك لفرق ثلاثة. صحيح. ما بتلعب فرق اثنين يعني 3-1. 3-1. فانت اهم حاجة عندك بإذن الله يعني. انا بتخطى معلش الأسئلة بس انت فتحت لي مفيش مشكلة، فتحت لي الترجي. انا اهم حاجة عندي في الترجي ان انا اجيب هدف. انا بضمن لك ان شاء الله توصل للفاينل بهدف هناك. هناك انت بتلعب على هدف هناك. الهدف ده بمثابة ان انت تعبر للفاينل. طريقة لعب بقى الترجي والاهلي في هذه المباراة، ولكن خلينا نطلع نشوف اخر استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراة ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة اخرى.
تحت شعار لا بديل عن التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، يختتم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجادة غدا الخميس على أرض ملعب استاد رادس في إطار الاستعداد لمواجهة الترجي مساء الجمعة المقبل في تونس ضمن مباريات الذهاب للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وبالرغم من أن الفريق ما زال لديه مباراة العودة التي ستقام في القاهرة، إلا أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يرغب في وضع قدم في المباراة النهائية من خلال مباراة الذهاب، وهو الأمر الذي تحدث فيه كثيرا المدرب السويسري مع لاعبي الأهلي منذ وصول البعثة إلى تونس مساء الثلاثاء، حيث شدد على اللاعبين بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الفريق في مباراة العودة. ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته غدا بالتأكيد على مهام كل لاعب خلال المباراة، كما سيتخلل المران محاضرة شرح بالفيديو للاعبين لكشف مواطن القوة والضعف في الفريق. ووفقا لتدريبات الأهلي خلال الأيام الماضية، فإن الجهاز الفني سيعتمد على إغلاق المساحات وفرض الرقابة اللصيقة على مفاتيح لعب الترجي التونسي، كما شدد كولر والجهاز المعاون له على اللاعبين بضرورة التركيز على إنهاء الهجمات من أجل تسجيل هدف يسهل من مهمة الفريق. كابتن، عشان انا اجيب جون هناك زي ما حضرتك بتقول كنادي اهلي، هعمل ايه؟ والترجي هيقابل كده، هيقابل الاهلي ازاي؟ بص، انت ملعب رادس ده بالنسبه لنا مريح، واحنا بنحب ملعب رادس ده، وخبرات لعيبه النادي الاهلي في هذا الملعب بالذات يعني كبيره قوي، وارضيه الملعب بتسمح لك انك انت تلعب الكره بتاعتك. ملعب رائع الحقيقه. الشكل البنى بتاع الهجمه بتاعتك، او انك انت بتطلع دايما من اول شناوي لاطرافك او للعمق، انت بتسلم الاول وبعدين بتروح للعمق وبعدين تحاول تلعب على الاطراف. انت ما عندكش اي حاجه تانية بتعملها مع الترجي غير انك بتضرب له الطرف اليمين، وتقدر تعمل عرضيات من الناحيه التانية، والمقابله بقى الزياده العدديه اللي بتبقى جوه ال 18 هو ده الحل الوحيد انك انت تجيب هدف في رادس او في الترجي. والترجي اعتقد المره دي كل سنه بيلعب معاك جيم مفتوح، يعني انت هل هتقدر توصل لغايه ال 18 بتاعي؟ انا كل همي ان انا اللي اروح اجيب جول فيك، مش انت اللي مش انا هتفرج انت هتجيب فيا جول ولا لا، انا اهم حاجه عندي ان انا الاول لازم انا اجيب الجول. الترجي المره دي عامل حساب ان الاهلي بيعرف، الاهلي بيقدر يعمل كونتر اتاك سريع جدا. خاصة أن عندك حسين الشحات، محمد هاني في شكل ممتاز الحقيقة، بيقدر يعمل لك زيادة العددية. بيرستاو برضه في حالته خطر جدا، وبيخش جوه يقدر يصوب بشماله، فعندك أدام عندك عوامل فردية وعندك عوامل بدنية تقدر تزور منطقة الترجي، ما فيش مشكلة خالص يا إسلام إن إحنا نجيب جول في أي وقت. عندك كمان أحمد عبد القادر الحقيقة ساعات بيتألق في المباريات اللي زي دي، ما بيبقاش عليه تكثيف جماهيري او اي حاجه، بيلعب بره ارضه، وخاصه المباراه دي ما فيهاش جماهير، فاعتقد بيبقى عنده حته كده ممكن تنفع، حاله فرديه يقدر يخش بيها زي ما عمل في فلامينجو وجاب جول، جاب جول كويس قوي. ف عندك كذا لعيب عنده حاله معينه، لو عمل واحده بس في الجيم يقدر يكسب واحد واثنين وثلاثه، يعني لو توفقت هناك في كل اللعيبه، حسين الشحات او بيرستاو او عبد القادر او محمد شريف، انت تقدر تطلع بنتيجه كبيره. بس الكلام ده بيتحقق امتى؟ لما انت تبقى حالتك كلها على بعض كده، بالخطوط بتاعتك كلها كومباكت مع بعض، انت الكره الثانيه بتاعتك الميز باص قليل، انت اللي عامل الاستحواذ، انت تنسى خالص انك انت موجود في تونس وبتلعب في مصر، وبيبقى صعب. صحيح، ده هيبقى صعب اللي انا بقوله عليه انك انت تحققه. ليه؟ لان وجودك في مكان غير المكان بتاعك برضو بيبقى له اسلوب لعب تاني، بيبقى له بطء شويه في تنفيذ الهجمه،
مش مفيش حاجه على التفكير نفسه بيختلف برضه يا كابتن. يعني بتبقى عايز تحافظ على الكوره اكتر وقت، عايز اعمل هجمه مضمونه، عايز اروح والكوره ما تعملش كونت، مش عايز اعمل مشاكل لنفسي. فتلاقي خطوطنا دايما مش بسميها افريد يعني بتخاف، لا مش عايزه تغلط، عايز تلعب الامان على طول، الحرص اكتر، الحرص اكتر. اوكي يعني الاداء في الحرص اكتر بيبقى موجود في المباريات اللي هي بره دي. اوكي ولكن سرقه شوطه عرضيه هدف، ده الحق اللي لازم المشروع اللي انت تفكر فيه وتقدر تعود بيه من تونس. طيب انا عندي مشكله برضو بقولها كل يوم، او هذا السؤال انا بساله كل يوم، بس اساله النجم كبير زيك يا كابتن برضو. انا بشوف ان هناك حاله من الاطمئنان موجوده بسبب مستوى الترجي، او زي ما بيقال ان مستوى الترجي مش كويس، وانا انا شايف انه غير كده الحقيقه يعني. برافو عليك. ف انا الحاله دي مسببه لي انا كاسلام ان انا لا يا جماعه ماتش صعب جدا جدا جدا، والترجي كابتن نبيل معلول لو انا المدير الفني للترجي هقول لهم كلمه واحده بس، هقول لهم اكسبوا الاهلي هنا وكل مشاكلكم هتتحل. مظبوط. انا مش عايز ارجع كمان لماتشين بتوع سان داونز هناك والهلال، اتقابلت مشاكل كتير قوي. انا كنت راجع بزهو من بطوله الانديه الكاس العالم للانديه، لعبت ريال مدريد بمستوى عالي جدا، لعبت فلامينجو بمستوى عالي، عدم توفيقك انك تاخد ميداليه، انما كنت كسبان ماتشين مش عارف، عندك حاله من الانا كانت موجوده في مباراه الهلال، خسرت. صحيح. لو لعبت على دي هتخسر وتخسر كتير، ممكن انت مش هتعرف تلم نفسك بداول جول، بتعمل لك مشكله، انت ما بتعملش مشكله لنفسك. انا لو رايح عندي ثقه شويه وهدوء، دي اللي مطلوبه. انما ثقه ان الفرقه الثانيه مش كويسه، لا الفرقه الثانيه مش، انت تعمل زي الفرقه اللي كسبتهم تخطفهم. الفرقه اللي كسبتهم لعبت ازاي؟ هجمت وراحت بخطوطها ولعبت عرضيات والراجل دخل منطقه الجزاء وجاب، اعمل زيه. وانت تملك ولا ما تملكش؟ لا تملك. انت عندك خبرات في الحتت دي ولا لا؟ انت عندك خبرات في نص ملعب، النهارده عندك مروان عطيه وحمدي فتحي الحقيقه بيوفروا لك وديانج حاله تخلي الديفنس بتاعك بتحميه. نعم. يعني نص الملعب بتاعك ده بيحمي الديفندر بتاعك، وبيدي حريات كمان للاطراف بتاعتك انها تطلع. صحيح. ف مفيش الكلام اللي هو انا بتاعتي العاليه دي بادائي بقى. انا لو انا البرازيل بقى، انا شايف نفسي البرازيل اكسب اي حد في اي حته، يبقى بادائي. يبقى بالحاله البدنيه بتاعتي. يبقى بثقتي في نفسي. يبقى ما حدش هيعدي مني، يبقى مش هسيب المارك بتاعي، يبقى حاجات كتير قوي اللعيبه فاهماها، ولو بتتفرجوا علينا دلوقتي هم فاهمين احنا بنقول ايه كويس اللعيبه. في فرق شعريه صغيره كده بين الثقه والانا والحاله اللي موجود عليها الفريق الاخر. ايوه. وانا فين من الحكايه دي كلها؟ انا بادائي الحقيقه، احترامي للخصم، ده احترام الخصم ده اساسا نمره واحد عشان اكسبه. تمام. لازم احترم كوت بيراميدز ده احترام كامل، ما هو بيراميدز ما راحش على الجول عندنا ثلاث اربع مرات هيجيب ثلاثة. لا تراح. طب ما راح. الترجي على ارضه، ده انت لما تروح تلاعب سيرسر ليان على ارضه بتقابل مشاكل. بالك بقى تلاعب الترجي في الترجي. فبيبقى في مفهوم وتكتكس ثانية للاعب نفسه، إدارة اللاعب نفسه لنفسه. أنا أوظف قوتي كلها النهاردة بجانب الفرقة دي كلها، الحتة بتاعتي اللي أنا عارفها. مفيش أقل، لا في زيادة. واللي هي بتتسوق كلها كده على بعض، إنك لو بصيت صح واستلمت صح في الماتش ده، انت هتبقى ليك الرياده في الملعب. هل حضرتك شايف ان عمق الترجي هو الاهم ولا الاطراف يعني اقدر اكسب الترجي منين؟ من الاطراف. اطراف عندهم بيطلعوا وبيبقى في فراغات ناحيتهم من ورا كتير قوي. هل بيرستاو لو هيبتدي مثلا، انا ما اعرفش مين اللي هيبتدي، لو كان بيرستاو هيبقى عنده، هو بيستلم دايما وبيعمل سرعات كبيره جدا وعنده الثقه. اوكي. بيقدر يعملها الحكايه دي. اعتقد ان هي المكان ده هو وعلي معلول بالعرضيات دي، هو ده المكان اللي انت تقدر يعني تخطف بيه مباراه زي مباراه الترجي. ولازم تفكر دايما ان عندك شادو فيرود بيروح ما حدش بيشوفه اللي اسمه حمدي فتحي. هل عنده الامكانيه في المباراه وعلى حسب احداث المباراه اسلام ان انا الاقيه في ال 18 وبيحاول؟ وفي حالات في اخر المباراه، اخر 20 دقيقه دي هي دي المباراه، المباراه بالنسبه لي ثانيه، اخر 20 دقيقه في المباراه هناك، اخر اداره اخر 20 دقيقه في المباراه دي على حسب نتيجتها. هو ده مكان، ده بقى شغل كولر.
انا كسبان ولا متعادل ولا متاخر، هي اداره ال 20 دقيقه الاخرانيه. احنا بنشوفه دايما تغييراته بتبقى يعني في الوقت ده، في الوقت ده وهجوميه، وهجوميه قليل قوي لما شفته بيغير باكات او في نص الملعب. اضطراريه بتبقى، لا بتبقى كلها هجوميه. حتى لما كنا في غير كله هجومي مع الرجاء، ما انا بقول لحضرتك الرجاء راح ما غير الجزء الامامي كله، كان ممكن يكسب، نزل عبد القادر ونزل طاهر يعني عمل حاجات، عمل حائط صد دفاعي من الاول من بدري من هناك. ودي كان تفكير جيد جدا، ان هو لازم يكون واقف بيقرا من على الخطوط الفرقه اللي بيلعبها بتعمل ايه بالظبط. ايوه، وقوتها فين. انك تقول لي انا هروح اكسب هناك الترجي، اتمنى ولكن بشروط. يعني ايه رايك في مستوى التحكيم الافريقي؟ مش هروح للمصري لان يعني المصري انت اثرت اصلك حكايه اسمها الفار من اول لا الفار يا كابتن بصراحه يعني انا عندي مشكله كبيره جدا بعد كل هذه المصاريف. لا دلوقتي الفار في الاتحاد الافريقي هتلعب المباراه دي بفار ماشي، لكن انا بتكلم بقى على دور ال 32 ودور المجموعات، لما الهلال بيلعب سان داونز على مين فيهم اللي يكسب عشان يصعد مع النادي الاهلي ومفيش فار. تخيل لما الاهلي بيلعب الهلال ومفيش فار. فانا مشكله جامده جدا يعني. نعم، وبعدين هي ما يعني بيحولوها انها مشكله ماديه ولا ايه؟ انا مش عارف يعني، كله بيحولها الماديات. ماديات يعني ماديات، لان انا سالت كتير ناس في الاتحاد الافريقي قالوا لي هي تكلفتها، لانه انت خلي بالك هو مش ماتش. تكلفه ايه يا اسلام؟ هم بيقولوا لي كده والله. انت عارف البث بتاع افريقيا دي بيتباع بكام؟ لا ما اعرفش. خلاص نكلم بين سبورت بقى نشوف نعرف بكام. كتير قوي ده، بكتير قوي يعني. يعني الفار ده يعني ده ممكن بين سبورت يجيبوا لهم الفار في كل مباراه عادي جدا. هديه مفيش مشكله يعني. لا هو وكل سنه بيقولوا احنا كل سنه بيقولوا يعني انت تخيل انت كابتن برضو معلش، ما هو دوري المجموعات في افريقيا ده دوري ابطال افريقيا، دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا حاجه يعني. لا وبتشوف كوارث، انا شفت ضربات جزاء وشفت حاجات واوفسايد ومش عارف ايه وحاجات بتعدي تعدي. ده ولا لاين مان بيشترك ولا حكم بيشترك. الحكم السلبي بتاع تونس اللي حكم مباراه الهلال وسان داونز، يعني فاكر الماتش؟ ما في اخر يعني كانت حاجه صعبه جدا يعني، وده للهلال يعني يعني القدر برضو. ما شايف التحكيم الافريقي ازاي يا كابتن شريف؟ انا شايف فيه وجوه جديده بالظبط، هما بيدفعوا بيني وبينك يعني. والوجوه دي عايز تثبت مكانتها مع الاولد جنريشن اللي هو موجود يعني. فاتمنى ان الناس دي يبقى اللي طالعه دي يبقى طالعه بمفهوم الفير بلاي يعني، ما عندهمش اي دواخل تانية او اي تاثير تاني في اي حاجه، مالهمش دعوه مين بيلعب مين بتاع، مالهمش دعوه بالتاريخ كمان. انت خد بالك النادي الاهلي عامل لهم حاله برضو انه في كل سنه موجود في بؤره الضوء او موجود صحيح. في الفاينل، او مع انه بيسري البطوله وبيخلي البطوله ليها طعم وبيخلي اي حته بيلعب فيها في اي حته النادي الاهلي اسمه بيجيب الدنيا كلها تتفرج والدنيا كلها تقول الاهلي مثلا وفشي. وسان داونز السنه دي عامل حاله جامده جدا وكبيره جدا. الوداد لما بيبقى موجود، المغرب وتونس النهارده الترجي، الاربعه دول بيبقوا هم دول الحقيقه كل سنه بتلاقي على الاقل اثنين او ثلاثه منهم موجودين في المربع الذهبي. كوارث بقى بتحصل، كايزر شيفز ده يوصل للفاينل، دي حاجات مش بتاعتنا، دي حاجات ربانيه. ال هنلعب فين الفاينل والتاسيس فين ومش حاجات دي خلاص اتلاشت بنلحقها قبل الافضل بالنسبه لك ان الحمد لله ان الفاينل رجع ذهاب وعوده احسن من مباراه واحده، وجهه نظرك يعني فير بلاي. انك تلعب بره وتلعب جوه. بقت في رجلك انت بقى دلوقتي، الموضوع رجع لك انت. هتلعب هناك الاول او في ايدك انت انك انت تحقق اللي انت نفسك فيه اخر مباراه لكره القدم يعني، والمباراه عندك انت هنا. خلاص، ولكن الفرق اعتقد قربت المستويات كتير قوي من بعض، خاصه شمال افريقيا ومصر مثلا. الاهلي مصر تعتبر من شمال افريقيا يعني. احنا وهم الكره بتاعتنا واحده. قربت قوي من بعض الحقيقه يعني. انا شفت مانشستر سيتي وريال مدريد مش عارفين مين فيهم اللي هيكسب،
فاعتقد احنا وصلنا برضو للمرحله انك انت لازم تأدي جيد جدا عشان انت اللي يبقى لك حاجز الامتياز ده، انك بتقابل لعيبه كويسه قوي، بتقابل تاكتكس، بتقابل مدربين، بتقابل جماهير كلها كمان بتبحث عنها، بتحاول توصل لك في المكانه اللي انت فيها. المباراه الثانيه سان داونز والوداد، اتفرجت على الفرقتين طبعا، برايك ايه في الفرقتين سان داونز والوداد؟ هو سان داونز السنه دي المدرب اللي معاهم اسلام قاعد ابحث ايه النجاح اللي هم فيه ده، مع عمق دفاعي ودفاع مش بالقوه اللي هي موجوده في الفرق الثانيه، يعني بيلعبوا بثقه زايده قوي، هم اقل حاجه فيهم دفاعهم. عندهم غرور جامد جدا، في بيحاولوا يدوا نفسهم ثقه، وبناء الهجمه من ورا زايد قوي، يعني لو انت عامل حاله ضغط عليهم هتسبب لهم مشكله. اللي عمل فيهم كده الهلال، عارف كده؟ الهلال هو اللي عمل فيهم المشكله دي، وبقى بيخش عليهم وبيلعب معاهم اجريسيف ودشك، عطلهم شويه. ولكن هم بيعملوا حاجه السنه دي، ده حاجه فنيه شويه، انا بقى اتفرج كده، الراجل الباك ليفت بتاعهم لو كرة ناحيه اليمين كده ببص الاقيه بقى في نص الملعب. اوكي. فبيسهل على الراجل ازاي يبني عليه وهو جاي حر. ومن التاني ده بيخش بيعملوا تحركات لبعض هرميه كده ومثلثات في الملعب كتيره جدا. كتيره. ويملكوا بقى في الفراوده هناك شلاولي ده، والراجل من الواحد 30 كمان بتاعه اسمه مارلو مش عارف حاجه زي كده، دول لعيبه كوره، لعيبه كوره مصنفين. ده ايه؟ انا مسميهم برازيل افريقيا. اوكي. اتكلم جد يعني. انا بتفرج عليهم دول لو بيلعبوا على ارضيه ملعب بتاعت اوروبا او اي حاجه، دي فرقه فعلا مش تعمل لها حساب، فرقه في اي وقت تقدر توصل للناحيه الثانيه او منطقه جزاء اي خصم بسهوله لتحركاتهم وسرعتهم. وعندهم ثقه كبيره جدا جوه ال 18، التعامل جوه ال 18 عنده من الهدوء، شامل ان هو مش متسرع ان هو يخلص الهجمه، لا لا لا، عنده هدوء كذا انه يجي ويروح مصلح للي جاي، واللي جاي شايف. عندهم حب للشكل البرازيلي، بيحاولوا يقلدوا، وعندهم امكانيات ان هم يقدروا يعملوا كده. الوداد. الوداد السنة دي مش زي السنة اللي فاتت. اوكي. السنة دي أقل ولا أقل؟ أقل؟ أقل. اوكي. متأخرين في ساعات في فرق بعد ما بتاخد بطولات أو بتاع، لو إن المغرب كلها على الحقيقة في الفترة دي النظام والإدارة اللي أنا كنت بكلمك عنها شغالين ما شاء الله يعني. ولكن الوداد السنة دي حاسس ان هو ايه مكتفي بالبطوله اللي حققها السنه اللي فاتت. فمش فارقه معاه. في السنه دي يقول لك ايه، جت ما جاتش انا عندي ارضيه عملتها مع جماهيري وحاجات كده. وفي نفس الوقت مقابل شخصيه ثانيه بقى السنه دي، يعني شخصيه سان داونز غير زي كل سنه، كان دايما يوصل دور الثمانيه سان داونز ويطلع، وعنده بسميه بقى عدم توفيق ولا عدم إدارة ولا مشاكل عنده في النادي كانت هناك مع اللعيبة أو لكن المرة دي سكواد جامد جدا على الوداد، هيبقى صعب التعامل معه. فهل شمال أفريقيا يعرف يروض جنوب أفريقيا في المرحلة دي؟ جايز. مين اللي يكسب أو مين الأقرب فيهم؟ الأقرب للبطولة كلها كل الناس قالت سان داونز. أنا بقولك بجد يعني، بقولك بصراحة يعني. سان داونز المرة دي شكله مخيف. ولكن الشكل اللي كان بيني وبينه انا هنا في ملعبي، انا اللي اضعت الفوز. طبعا احنا اللي اضعنا الفوز بالتفكير يعني. حقيقي. وهي كلمه واحده، تقفل نص ملعبك، كنا فاكر قفل نص. الله يرحمه كابتن لطيف. خد بالك من الراجل ده. يعني سان داونز الاقرب للوصول للمباراه النهائيه. ان شاء الله. من الناحيه يعني، من الناحيه الفنيه الحقيقه. من الناحيه الفنيه. طيب اخيرا يا كابتن، لو عندك رساله توجهها لجمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي والجهاز الفني للنادي. يومكم بقى يوم الترجي هنا في مصر، بتشجيعكم لاولادكم ولاعبتكم، وبنشكر الناس كمان اللي هتسمح، الامن والحاجات دي اللي هتسمحها لجماهيرنا المتعطشه دايما ان هي يكونوا موجودين في الملعب. الضغط على لعيبه النادي الاهلي يا جماهير الاهلي كبير جدا يعني. الحقيقه انا وانا لعيب كوره وكان بنزل العب ماتش زي ده بلعب عشانكم يعني. صحيح. مش بلعب عشان حد تاني، بلعب عشان امشي في الشارع اقول ان انا كسبت والحمد لله وحطيت مكانه الاهلي في مكانها الطبيعي. فتشجيع مستمر في المباراه مهما كانت نتيجه اللقاء اللي هو باذن يوم الجمعه،
تكون في صالح النادي الاهلي. انا عارف ان عندكم ثقه في لعيبتكم كبيره جدا، ولكن لعيبه النادي الاهلي بتحب دايما اهلي يا اهلي 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 في ودنه وهو بيلعب، على طول هو بيلعب، وهو بيلعب طول ما انا سامع تدعيم ليا على المباراه الثانيه. اه بحس ان وجودك هو وجودك اللي وصلني الحقيقه. صحيح. الحقيقه دي بطوله الجماهير لو خدناها باذن الله. سلام. دائما كل البطولات تظل دائما للجمهور. انا بشكرك جدا يا كابتن شريف على تواجدك. انك سمحت لي شكرا جزيلا، ودايما بنستمتع بوجودك معانا. اشكرك. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. ازيك كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ بارك الله كله كويس الحمد لله. طيب خليني ابدا معاكم النهارده، وبرضه اسمع رايكم في فوز النادي الاهلي ببطوله السوبر المحلي لكره القدم. طبعا البطوله الثالثه السنه دي للنادي الاهلي في الموسم دوت. النادي الاهلي انجازات في كل حاجه ما شاء الله، يحسب لكل الناس اللي بتشتغل، سواء الجهاز الفني، اللعيبه، مجلس الاداره. على فكره دي البطوله رقم 13 في عهد الكابتن محمود الخطيب كرئيس للنادي في كره القدم. يمكن بطولات كابتن محمود الخطيب لو استعرضناها حتى هتلاقي 3 دوري، 2 كاس، 2 سوبر افريقي، 4 سوبر مصري، 2 دوري ابطال افريقيا، غير 2 برونزيه كاس عالم. فده يعتبر نجاحات يعني لمجلس الاداره بالتاكيد. البطوله ورا بطوله في كره القدم في جميع الالعاب، النجاحات موجوده في كل حاجه، فده تتويج. دي يمكن البطولات اهي موجوده في كل 13 بطوله من ساعه ما تولى الكابتن محمود الخطيب رئيس للنادي في كره القدم، وان شاء الله يبقوا 14 بالدوري، وافريقيا ان شاء الله يبقوا 15 بالاضافه لاثنين برونزيه كاس عالم. فدي نجاحات النادي الاهلي. يمكن مباراه السوبر اللي فاتت ديت انا بشوف ان مارسيل كولر بدا يحط، او خلاص هو حط بصمته مع النادي الاهلي. مارسيل كولر ما شاء الله ما شاء الله، يعني نمسك الخشب، نتمنى ان هو يكمل على كده في كل البطولات اللي لعبها، ماشي بنجاح رهيب. يمكن هو في مباراه السوبر اللي فاتت دي بشوف ان الاهلي او النادي الاهلي قدر مارسيل كولر يقسم المباراه بشكل كويس في المباراه. زي ما قلنا ليله المباراه ان جمهور الاهلي هيملي الملعب على الاخر، وهنستغل عدم تواجد او انسحاب نادي الزمالك من المباراه، وجماهير الاهلي فعلا ملت المباراه، ملت الملعب. وانا بشوف ان المكسب الاخير ده برده سر من اسراره التواجد الجماهيري في المباريات الاخيره، يعني حتى في الحضور الجماهيري في مباراه افريقيا، في دوري ابطال افريقيا، التواجد الجماهيري المميز لجمهور النادي الاهلي. ولكن على الجزء الفني بقى مارسيل كولر متفوق، كسب بيراميدز، دي المره الثالثه اللي يكسب فيها بيراميدز، كسب نادي الزمالك مرتين، ما خسرش يمكن غير 4 مباريات بس، من اول منهم مباراتين خارج الارض في دوري ابطال افريقيا، ومباراتين كانوا في كاس العالم للانديه مع الفريق البرازيلي فلامينجو ومع ريال مدريد. يعني الحمد لله استقرار في كل نجاحات في كل الالعاب، سواء كره القدم، جميع الالعاب. فنتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يوصل على المسيره دي يعني باذن الله في كل الالعاب. كريم، طبعا اكيد انا بشوف ان اهم حاجه في مكسب بطوله السوبر يا كابتن اسلام، ويعني الفتره الحاليه في التلت الاخير من الموسم، ان هي جايه بعد ما الفريق كان بيعاني في بدايه الموسم، وده ياكد لك ان في شغل تم سواء على مستوى الاداره او على مستوى الشق الفني عند الجهاز الفني واللاعبين. بدايه الموسم ده كانت واحده من البدايات الصعبه، مع طبعا مارسيل كولر كمدير فني جديد، وكان مطالب كمان بحاجات كتيره، لان الفتره اللي فاتت الجمهور فعلا بصراحه ما كانش عنده صبر لاي شيء، ولا كان عنده صبر على اللعيبه، ولا كان عنده صبر على جهاز فني، ولا عنده حتى صبر على الاداره. فشيء جيد جيد ان الناس تفهم إن لما بيتاح مساحة للوقت والشغل بيبقى ده الناتج. ويفترض إن زي أنت ما جالك وقت، البعض طبعا مش الكل، البعض زي ما جالك وقت وكنت بتركز على بعض الأمور السلبية، شيء مهم جدا إن أنت لما تلاقي إن في شغل تم والشغل ده نتج عنه تعديل في حاجات كتيرة، يبقى لازم تقول أيوه والله إحنا مثلا، أنا كنت في الوقت الفلاني كنت متعصب شوية فانتقدت بزيادة، النهارده فعلا الفريق ماشي بشكل ممتاز جدا. النهارده بنتكلم وبنقارن فتره مارسيل كولر والاداء الفني والبدني، والبدني دي عايزين نحط تحتيها 20 خط. لما نشوف علي معلول بيعمل تاكلينج في الدقيقه 117 و118، وعلي معلول مثلا خلال اخر موسمين كنا بنتكلم مثلا، بدي كمثال يعني على الموضوع البدني، يبقى النهارده اللعيبه دي لما كانت بتسقط في مباريات ما كانتش سقوط فني، ولكن الاساس كان السقوط بدني، والسقوط البدني هو اللي اثر على الفن. فالنهارده الحمد لله النادي الاهلي واصل لافضل مستوى له في اهم
فتره من الموسم ربما يكون الدوري المصري فعلا امر تنافسي انتهى بكل امان، انما المهم جدا 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 دوري ابطال افريقيا، وان الحمد لله الحمد لله في الفتره دي احنا واصلين لها بالمستوى اللي شفناه في المباراه الاخيره، خصوصا في ماتشين فاينل قدام نادي بيراميدز. خلي بالك برضه نقطه مهمه عايز اقولها، لو تفتكر يا كابتن اسلام في بدايه مباراه الاهلي وبيراميدز كنا دايما بنتكلم هنا على العامل النفسي وان اللعيبه مشدوده جدا في ماتشات بيراميدز دي. النادي الاهلي بيكسب بطولتين من بيراميدز في مباراتين، النادي الاهلي متحكم في زمام الامور بشكل عادي جدا، واعتقد خلاص البدايه بتاعت العصبيه مع في مباراه بيراميدز دي امر انتهى وما اعتقدش هنشوفه تاني. خش على المقارنه العالميه. ما خلاص بقى المحلي عديناه. خلينا نروح للمقارنه العالميه. مين فاز اكتر ببطولات، النادي الاهلي ولا ريال مدريد؟ في التاريخ. في التاريخ في جميع على مستوى جميع البطولات النادي الاهلي حصل على 146 بطوله، ده اللقب ال 146 مقابل 47 ولا 47؟ 146. اوكي. 146 بطوله للنادي الاهلي مقابل 101 بطوله لريال مدريد. دي البطولات الرسميه، 101 بطوله رسميه لريال مدريد. نستعرضهم نشوف النادي الاهلي الاول، 42 دوري مصري، 38 كاس مصر، 13 سوبر، 10 دوري ابطال افريقيا، 1 كونفدراليه، 8 سوبر افريقي، 4 افريقيا ابطال الكؤوس، 16 دوري منطقه القاهره، 2 كاس السوبر العربي، 1 كاس العرب ابطال الكؤوس، 7 كاس السلطان حسين، 1 الكاس الافرو اسيويه، 1 الكاس العرب ابطال الدوري، 1 الكاس الاتحاد المصري، 1 الكاس الجمهوريه العربيه المتحده. النادي الاهلي 146 بطوله، ريال مدريد بقى كام بطوله؟ 101. تفاصيلهم طبعا كان اخرهم كاس الاسبانيا الاخير، الدوري الاسباني 35 مره، كاس الملك 20 مره، السوبر الاسباني 12 مره، دوري ابطال اوروبا 14 مره، الدوري الاوروبي مرتين، السوبر الاوروبي 5 مرات، كاس العالم للانديه 5 مرات، والانتر كونتيننتال اللي هي كاس عالم الانديه القديم 3، يعني واخدينها يعتبر 8 مرات، كاس الدوري الاسباني مره، كاس لاتين 2، والكوبا مره، وكاس ايفا دوارتي مره. لما تجمعهم تلاقيهم 101، يعني النادي الاهلي بطولاته اكتر من ريال مدريد 146 مقابل 101 بطوله رسميه عبر التاريخ. فده بياكد لك ان احنا ان شاء الله احنا لسه عندنا دوري، عندنا افريقيا، عندنا السوبر الافريقي الجديد، عندنا السوبر المصري الجديد اللي في شهر 10. فنحاول لازم يكون طموحنا كده، وغير السوبر الافريقي لو اخذنا دوري ابطال افريقيا ان شاء الله لازم يكون طموحنا ان احنا نوصل لل 150 بطوله ان شاء الله للنادي الاهلي رسميه، عشان تبقى حاجه يعني ان شاء الله يبقى رقم حتى تسويقي للنادي الاهلي ان هو صاحب 150 بطوله. ده رقم ما فيش نادي في العالم حصل على 150 بطوله او 146. النهارده النادي الاهلي 146، لما يوصل كمان 150 يعني ده بيبقى رقم كده تقدر ان انت تسوق بيه النادي الاهلي. والناس بتسال ليه دايما عقد الرعايه هو اللي دايما بيبقى النادي الاهلي صاحب العقد من الرعايه ده، وليه شركات الراعيه، الشركه الراعيه في مباراه السوبر كان كل همها تواجد الجماهير بتاع النادي الاهلي. ليه؟ لان هي ضامنه المكسب وضامنه الربح وضامنه التذاكر بسبب تواجد الجماهير الاكثر شعبيه، الاكثر بطولات، الاكثر تاريخ. الفرع النهارده الفرع الرابع في القاهره هيتم افتتاحه يوم 1/6. فالنادي الاهلي هو الاكثر في كل حاجه، عشان كده دايما هو اللي بيبقى الاعلى دايما في العقد الرعايه مقارنه بباقي الانديه. طيب برضو واحنا بنتكلم يا كريم عن البطولات، احنا خدنا 3 بطولات السنه دي، اعرف رايك فيهم ايه؟ واحنا قدامنا تقريبا 3 بطولات اخرين. نعم طبعا اكيد، زي ما قلت لحضرتك فكره بدايه الموسم ده باداء ربما ما كانش هو الافضل، وحته نقطه مهمه قوي قالها مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي، قال ان انا مش بمل من حصد البطولات، وواضح جدا ان مارسيل كولر يعني احنا قلنا ان هو مدير فني اكاديمي. النقطه ربما كانت انا بشوفها نقطه ضعف عن بعض المديرين الفنيين اللي جم من النادي الاهلي في السنوات الاخيره، حته اعاده الشغف لما باخد بطوله، ان انا النهارده لازم اللعيب بتاعي ما يقعش وما يهمتش بعد ما مكسب بطوله، مكسب البطوله اكيد بيخلي اللعيب دايما عايز فتره راحه، المشكله في تلاحم المواسم وتلاحم البطولات في السنوات الاخيره ربما كانت بتخلي اللعيبه محتاجه ان هي اعاده شحن للبطولات التاليه، ودي نقطه برده منها برده بيرجع للشق البدني. الوحيد في وجهه نظري اللي كان بيعملها بامتياز اكيد مانويل جوزيه، كان بيعملها بشكل مميز جدا جدا، وكان حتى لما الفريق يحقق نتيجه كبيره كان ممكن يطلع بتصريح لا ده عادي احنا ما عملناش حاجه لسه، ويبدا يقلل من وطء الشيء عشان الناس ما تظنش ان خلاص احنا وصلنا ليه
اقصى 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 الامان. انا بشوف مارسيل كولر عنده الحته دي مع اختلاف طبعا هو باسلوبه، طبعا راجل سويسري راجل هادي، حتى برضه هو مختلف عن رينين فايدر، يعني بشوف رينين فايدر برضه كان ناجح جدا في الحته دي، ولكن كل واحد له اسلوب. انا بشوف النهارده مارسيل كولر واصل للفتره الاهم في الموسم، واعتقد الفتره دي لو جمهور الاهلي هيسطر تاريخ لكولر هيبقى في الفتره الجايه، لان الفتره الجايه دي هتشهد يعني اعتقد انتهاء بطولتين من اهم البطولات في تاريخ الاهلي. دوري المصري ان احنا خسرنا بطولتين ورا بعض، وشيء مهم جدا ان النادي الاهلي يستعيد اللقب بقى رسمي، ومتزامن معاها لقب دوري ابطال افريقيا ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله احتمال كبير نبقى متجهين لمواجهه اخرى ما بين الاهلي وصن داونز. فاعتقد الفتره دي هيبقى مهم جدا ان كولر يواصل التركيز ويواصل شحن اللعيبه عشان ان شاء الله نقدر نحسمها بشكل مميز والموسم ده ينتهي بشكل مفرح لمنظومه الاهلي وجماهير النادي الاهلي. طيب احمد، برضو مقارنه النادي الاهلي ببقيه الانديه حتى عموما في الالعاب عموما وفي العاب الصالات وفي كل الحاجات دي، انا النهارده كنت بقول ان المقارنه 15-4. هي 15-4 مقارنه النجاح مش في كره القدم بس، النهارده السنه دي كمان او في كل السنين يعني، بس تحديدا السنه دي الاهلي بياكل الاخضر واليابس في كل البطولات سواء قدم. وحضراتكم بتتكلموا بعد ما تخلص دي وبعد ما اسال كريم عن الجزء القادم، عايز اسالكم عن التجمع الخامس والعظمه اللي بتحصل في التجمع الخامس لان ده مهم جدا. اتفضل. لما تتكلم النادي الاهلي السنه دي واخد لسه ده لسه كمان ان شاء الله يعني النهارده كسبانين السله يا رجال وسيدات ان شاء الله لما ناخد الدوري. لسه يعني لسه ده لسه ده احنا لسه يعتبر في اخذنا مثلا تلتين الموسم، لسه التلت الاخير. النادي الاهلي اخذ 15 بطوله، النادي الزمالك اخذ 4 بطولات، نادي الزمالك في جميع الالعاب تقريبا اخذ 4 بطولات، فهم كانوا في العاب الصالات. في كرة اليد النادي الأهلي أخذ 5 بطولات، دوري الرجال، كاس مصر للرجال، السوبر الأفريقي للرجال، دوري سيدات، كاس مصر سيدات. نادي الزمالك أخذ سوبر مصري رجال، دي في كرة اليد 5-1. كرة السلة 6-0 النادي الأهلي 5-1 كرة السلة 6-0 النادي الأهلي أخذ كاس مصر رجال، دوري المرتبط رجال، السوبر المصري سيدات، كاس مصر سيدات، دوري المرتبط سيدات، دوري منطقة القاهرة سيدات. كرة السلة ما شاء الله 6-0 في جميع الألعاب. كرة الطايرة 4-3، رغم أن السنة دي خسرنا كاس ودوري في الرجال إلا أن برضو 4-3 النادي الأهلي حصل على البطولة العربية، حصل على السوبر المصري رجال وسوبر المصري سيدات والدوري المصري سيدات. نادي الزمالك أخذ دوري طايرة رجال، كاس مصر رجال، كاس مصر سيدات 4-3. لما تجمع الثلاث ألعاب اللي هم في ألعاب الصالات برضو اللي هم اليد والطايرة والسلة هتلاقي 15 بطولة للأهلي مقابل 4 بطولات للزمالك، فده برضو نجاح لمجلس الإدارة بالكامل على مستوى جميع الألعاب سواء في القدم أو في جميع ألعاب الصالات. ولسه متبقي طبعا دوري كرة السلة اللي هو بتلعبات بيست اوف 5 للرجال والسيدات، ومتبقي طبعا دوري تنس الطاولة اللي هيبدأ في يوم من فترة من 16 مايو لغايه اعتقد 22 مايو رجال وسيدات. طبعا برضو نادي الزمالك يعني عنده فرقه قويه جدا، وسواء يعني في الرجال على وجه التحديد، طبعا النادي الاهلي فرقته في الرجال والسيدات قويه جدا، يعني في بطوله مجمعه جايه تبقى قويه جدا. وطبعا مش عايز برضو يعني افوت الفرصه وابارك للبطلتين بصراحه هنا جوده، وطبعا بطلتنا دينا مشرف في اللعب فاينل فردي السيدات بطولة افريقيا ريمونتادا. بصراحة هنا عملت مباراة، طبعا دينا عملت مباراة ممتازة جدا، وبرضه هنا عملت مباراة فوق الوصف طبعا مع فرق، طبعا يعني هنا لسه صغنونة. بصراحة ببارك لهنا جودة المستوى بتاعها، وبرضه ألف مليون مبروك برضه بصراحة دينا ما تزعلش، عملت مباراة ممتازة. طيب. ونستنى طبعا إن شاء الله بإذن الله دوري تحكيم بقى كيم مسلم. نعم تحكيم. أسألك سؤال. اسألني بالله عليك، ما زهقتش أنا؟ أه ولا عمري حزق. هعمل ايه بجد والله؟ ما هو انا لو احنا بنلف الدايره دي بقالنا كام سنه؟ بقالنا كام سنه شغالين؟ طب بلاش. طب الراجل ده من ساعه ما راح بطل، ده من ساعه كان بيلعب كوره. طب لا هقول لك حاجه والله. والله بكل امانه، والله 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 ما اهلي، اقسم بالله ولا اهلي ولا زمالك ولا اتحاد ولا مصري. كابتن بيرج والله كان عامل حاجه كويسه. والله طبعا. والله العظيم طبعًا. والله العظيم كابتن بيرج كان عامل حاله كويسه جدا للكل. صح. والناس والله والله كان كل الناس حاسه بالعدل والله يا ثابت. أيوة والله عشان كده طفشوه. كل الناس كان في اخطاء مليون في المية، كان في اخطاء هم طفشوه عشان بس كده بس كان في احساس انت شفت الحكم امبارح يا كريم؟ ايه رايك في وليد عبد الرازق امبارح؟ يعني الحكم وليد عبد الرازق مش ممكن. بص انت هتشد التيشيرت دي. لا
الفكره كمان يا كابتن اسلام، شايف التيشيرت دي انا المساعد مليون في الميه مليون في الميه شافها شاف. لا لا لا، ما خلي بالك الصوره من التلفزيون غير الصوره من الملعب. ان هو طبعا هيجي يقول لك اصل مفيش فار، ما حدش بيساعدني بتاع. لا لا لا، الفكره في حته ايه؟ احنا عايزين نقول الفار دلوقتي بجد والله. يعني هو الخبير البرتغالي اللي جابه هو الراجل قال، الراجل قال ان انا عايز ادي الحكم المصري الثقه و و و الى اخره. اوكي انا ما عنديش قد مشكله في ده، بس بجد والله احنا النهارده محتاجين ان احنا نجاوب السؤال ده. احنا مشينا كلاتنبرج ليه؟ بعد الاداء اللي هو كان عامله في المنظومه ومخلي الناس كلها مبسوطه وكل الناس حاسه ان هي يعني اوكي في اخطاء بتحصل، بس هي مش متعمده خالص ولا في اي نوع من انواع الترصد. الحاله اللي احنا فيها دي اصلا مش موجوده. السؤال بقى، احنا المفروض يعني بنعلى ولا بننزل؟ انا بتقدم ولا برجع؟ طيب قبل ما نكمل كلامنا في هذا الامر، خلينا نروح لسياده السفير، سفير جمهوريه مصر العربيه في تونس، سياده السفير إيهاب فهمي. يا سيادة السفير ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بالمشاهدين. اهلا وسهلا سيادة السفير. اولا طمنا على بعثة النادي الاهلي وعلى كل الاجراءات الخاصة ببعثة النادي الاهلي في تونس. يعني زي ما اكيد حضرتك تابعت، الحمد لله الاجراءات تمت. ثلاثة انا كنت في مكان بعثة الاهلي في السيد محمد المحيي، وايضا كان في الوفد المهندس خالد مرتجي رئيس الصندوق، وطبعا من قبلي كان الكابتن سيد عبد الحفيظ. ويعني عايز اقول انه كان في الاستقبال في مسار كارتاج ايضا من الجانب التونسي الكاتب العام لنادي التونسي الترجي التونسي، وكان الاستقبال بالحفاوه بالورود، وتمت الاجراءات بالتنسيق طبعا مع الجانب التونسي الحرص على انها تتم أسرع وقت ممكن. وخرج الفريق في أقل من 3 دقائق، ويعني كان هناك حرص واهتمام لافت من السلطات التونسية على إنهاء الإجراءات وقت سيادي وإنشاء مظاهر الحفاوة والاهتمام بتقديم كل الدعم وطبعا الإجراءات التأمينية المعتادة. يعني ده مش مستغرب على الأشقاء في تونس ومشاعرهم الطيبه تجاهنا. العلاقه الكبيره ما بين الكبيرين الحقيقه، النادي الاهلي ونادي الترجي، اعتقد ان هي علاقه واضحه وعلاقه محترمه جدا لا يشوبها اي شائبه. وبالتالي الكبار لما بيجوا يستقبلوا الكبار فيجب ان يكون الاستقبال بهذا الشكل. وان شاء الله بعثه النادي الترجي لما تيجي القاهره اعتقد انه هتلاقي استقبال اكثر من رائع في هذا الامر. خليني اروح بقى مع حضرتك لما يحدث الان في تونس بشكل عام فيما يخص الناحيه الجماهيريه. الاتحاد الافريقي خد قرار بعدم وجود جماهير في لهذه المباراه. هل في اي اجراءات جديده بيتم اتخاذها خلال هذه الفتره قبل المباراه؟ خليني بس اقول لحضرتك انه يعني انا كنت كمان النهارده حاضر، بما ان حضرتك عايز تتكلم على انا كنت حاضر المران الاول للنادي، اللعيبه معنوياتهم عاليه جدا، وان شاء الله يعني كلهم عزم على تقديم كل طاقتهم ويحققوا باذن الله الفوز ويفرحوا جماهير اللاعب. اما فيما يتعلق بالفريق فده قرار يعني تم مؤخرا حضرتك عارف ده، و يعني هيبقى في احترام لهذا القرار طبعا. ومساله الحد العدد اللي موجود في المقصوره من المدينة ده امر يتم تناوله ما بين المدينة وبالتنسيق طبعا مع لكن ده بالعكس على ان شاء الله على المباراه. وهناك يعني لو سالت لعيبه الاهلي وشافوا الحفاوه اللي كان استقبالهم فيها، وهم يعني دايما تربطهم علاقات وثيقه ما بين النادي الاهلي ونادي الترجي، ناديين عارفين زي ما حضرتك تفضلت وقلت، وبالتالي يعني يكون احترام متبادل ما بينهم وكل طرف مستعد للاخر، وان شاء الله تفيد الروح الرياضيه الطيبه ما بين الناديين ونشوف مباراه تليق بمستوى الناديين.
الحقيقه واحنا بالفعل زي ما حضرتك قلت احنا اتكلمنا مع كثير من لاعيبه النادي الاهلي اشادوا جدا بالاستقبال الرائع من حتى من الجماهير في الشارع، الجماهير العاديه يعني حضرتك عارف، وهم بينتقلوا من الملعب للاوتيل. بالعكس الناس مبسوطه جدا، لاعيبه النادي الاهلي كلهم والمسؤولين مبسوطين جدا جدا باللي بيحصل في تونس. وطبعا دور السفاره المصريه واضح جدا جدا في تسهيل كل الاجراءات وتيسير كل الاجراءات الاداريه او حتى الملاعب او كل هذه الامور الخاصه بالفريق. وده دايما الدور الحقيقي الكبير اللي دايما بنشوفه من كل السفارات المصريه ومن سفاره تونس تحديدا ومن حضرتك يا سياده السفير. الله يخليك، ده واجب علينا، ويعني ان شاء الله نشوف مباراه متميزه. وزي ما حضرتك قلت، اولا الاستقبال ده هو ترجمه، هو العلاقات حي والقائمه بين 30 يتوقعها على المستوى الشعبي والروابط طبعا. يعني الرياضه ورياضه الكوره في القدم وما تمثله من اهميه خاصه في البلدين، يعني بس الرابط يعني اضافي لتعزيز الروابط المفروض ما بين الشعبين وما بين الناديين الكبيرين. وان شاء الله يعني نشوف مباراه جيده ان شاء الله ونستمتع باذن الله. انا بشكرك جدا يا استاذ سفير على وجودك معانا، ودائما كل الحرص على تسهيل كل الاجراءات الخاصه ببعثه النادي الاهلي وبعثه أو بعثات مصر كلها لما بتبقى موجودة في تونس. سيادة السفير إيهاب فهمي بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا. كلام مهم جدا سيادة السفير قاله وصاغه بشكل دبلوماسي رائع الحقيقة فيما يخص العلاقات، وهي حقيقية. يعني الكبيرين النادي الأهلي ونادي الترجي دائما العلاقات ما بينهم بتكون على أعلى مستوى وستظل دائما بهذا الشكل. وإن شاء الله نادي الترجي لما هيجي مصر حيشاهد وكالعادة الحقيقة استقبال كبير جدا لبعثة نادي الترجي التونسي. قبل ما اطلع فاصل برضو سؤال فيما يخص فرع أو مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس. النهاردة كمان تحديدا كان الأستاذ طارق أنديل رئيس لجنة العضوية متواجد، ولما اتكلمنا معاه وشفنا هناك لقينا عدد كبير من الأعضاء الحقيقة متواجد. وأنا كنت أقصد أن أنا أغشش الأعضاء يعني أو الناس اللي عايزة تروح قبل 1/9 علشان يعني بعد 1/9 الموضوع هيختلف تماما، لأن زي ما حضراتكم سامعين الكابتن خطيب قال أنه تكلفة مقر التجمع الخامس 1,500,000,000 جنيه. طبعا ده حاجه قليله على جمهور النادي الاهلي وعلى محبين النادي الاهلي وعلى اعضاء جمعيته العموميه، ولكن في النهايه انا كنادي لازم يبقى عندي انكم يعني يدخل لي اللي اقدر احافظ بيه على هذه المنشات اللي هي اساسا بتاعه اعضاء الجمعيه العموميه، لان هم اللي جايبنا وهم اللي عايزين يشوفوا هذا الجمال الرائع اللي احنا شايفينه في ان شاء الله او اللي احنا بنشوفه في التجمع الخامس. يا فرع التجمع ده عظمه على عظمه يعني حاجه بصراحه عظمه قوي النادي الاهلي في الفرع ده. النهارده انا شفت فعلا الاقبال ده، شفت صور كتير قوي فيها اقبال بعد ما حضرتك كمان اتكلمت على موضوع ان قبل 1/9 عشان الناس تلحق قبل ما العضويه تزيد، فالناس كلها بدات يعني عارف انا غششتهم والله الناس عم بس غشش يعني اعمل ايه فالعضويه هتزيد يعني من 1/9 ففي اقبال كتير على الله اعلم انا ما اعرفش هي اكيد هتزيد بعد الافتتاح. لا هتزيد قد ايه كمان يعني يلا مهم. فالناس بتلحق دلوقتي قبل الافتتاح ان هم يشتركوا في عضويه فرع التجمع يعني كان في اقبال رهيب. فبصراحه يعني النادي الاهلي فيه فروع كتير دلوقتي بقى فيه زي ما الكابتن قال كده، ده الفرع الرابع في القاهره الكبرى، فده حاجه بصراحه بتزود كمان ان انت المداخل انت عايز زي ما الكابتن قال 1,500,000 جنيه، فانت عايز برضو تلم جزء من الايرادات دي من خلال العضويات، وفي نفس الوقت برضو ان لما بتفتح فروع كتير بتزود الصيانه والحاجات دي وبتزود وفرصه عمل. النادي الاهلي بيوفر فرص طبعا عمل للشباب والناس. انت النهارده لما بتفتح فرع في التجمع شوف بتشغل كم موظف في الفرع ده كتير، فانت النادي الاهلي فبتوفر فرص عمل وكمان حاجه رياضيه محترمه جدا، خدمات لجميع اعضاء النادي الاهلي. فبصراحه فرع التجمع ده تحفه معماريه كده يعني، الناس لما ان شاء الله يتم افتتاحه 1/6 هتشوف حاجه عظمه يعني. كريم طبعا اكيد النادي الاهلي بيوصل رياضته مش بس في الجزء الرياضي ولكن طبعا في الجزء الاجتماعي
لكل الاسر المصريه واللي بيحبوا طبعا النادي الاهلي. وطبعا النهارده يعني منطقه التجمع بقت منطقه طبعا يعني مزدحمه للغايه بالسكان، واكيد محتاجين فرع يبقى هناك، واكيد الفرع برضو يبقى على اسم النادي الاهلي. وشايفين بصراحه من الدرون وهي بتصور من فوق شايفين المنظر عامل ازاي، حاجه فعلا تدعو الى الفخر. واكيد طبعا ربما في السنوات اللي قبل كده كابتن اسلام لما كان في فرعين في الجزيره مدينه نصر كانت ناس يعني حتى الاشتراك كان بيشمل الاثنين. دلوقتي النهارده عندنا فرع في الشيخ زايد طبعا لاهالي 6 اكتوبر والمناطق المجاوره، ودلوقتي طبعا التجمع لان خلاص الناس ممكن النهارده حد في التجمع ما يقدرش ان هو يروح مدينه نصر خاطر الاولاد والمذاكره والحاجات، ما يقدرش. انا عايز اروح التجمع اشوف بقالي قد ايه مش عارف يعني. لا ده حتى والله الواحد بيفكر يروح يعني شيخ اهل الشيخ زايد برضه مشوار. فهي فكره النادي الاهلي بيحاول قد ما يقدر انه يقرب المسافه. الشيخ زايد مشوار على مين؟ على ناس كتيره اصلا. لا انا بحسب عليا. لا لا مش عليك انت، انت جنب. لا اللي في مدينه نصر مثلا يعني في مدينه نصر طبعا امانه طبعًا. اهل الشيخ زايد جميل فعلا، نادي طوحفة. نادي حلو قوي 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 بصراحه قوي يعني. فبس فكره في حته ان الاهلي بيحاول يقرب. طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت لما انت بتكتر الفروع فانت هنا بتكتر المصاريف بتاعتك. وطبعا كل امانه المصاريف دلوقتي غير المصاريف من 5 سنين، غير المصاريف من سنه. بالظبط كده. فبالتالي طبعا اكيد موضوع المداخيل والنادي الاهلي بيوجد ناس مدخيل، واكيد طبعا ده كمان هياثر في عقد الرعايه الجاي ان شاء الله. وكمان طبعًا. بصراحه ده يضيف بقى لمجلس الاداره الحالي حاجه مهمه قوي. لما الناس مثلا بتعقب على شيء بكل امانه هذا المجلس بيضعها محل دراسه حقيقي. بمعنى عندك كومنت بس السوشيال ميديا، عندك كومنت على فرقه الكوره بيتم والله بجد بيتم مراجعتها مهما كان السلبيات. ده اللي احنا بنقوله. طيب تعالى كده في السنتين اللي فاتوا نبص كده على الكومنتات اللي اتقالت على الالعاب الاخرى خصوصا فريق كره اليد. شوف السنه دي وقبليها فريق الباسكت. دلوقتي مثلا السنه دي في كومنتات على فريق كره الطايره، انا بقول لكم اهو اتفرجوا على فريق الفولي بول السنه الجايه وهكذا. ده معناه ايه؟ معناه ان مجلس الاداره بيحترم كل النقد. صحيح. بس بشرط انك معايا. تنتقد نقد بناء، انما هننتقد لمجرد النقد ومجرد ان احنا نعمل زوبعه. هي دي النقطه اللي احنا او الشعره اللي بنقف عندها بكل امانه. مجلس اداره النادي الاهلي في عهد الكابتن محمود الخطيب ايه؟ مفيش حد ملاك، ولكن من اهم 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 مميزاته انه بيستمع لما حد بيوصل مسج او بيوصل رساله، وتكون رساله كمان سلبيه مش رساله ايجابيه، لا بيستمعوا وبيتم وضع الامر على ترابيزه او طاوله المفاوضات طاوله النقاش، وبيتم معالجه الامر بعد التاكد ان في ديفو او في مشكله في الملف اللي احنا بنتكلم عليه. فرياضيا النادي الاهلي في كره القدم الحمد لله كويس. في الالعاب الاخرى الحمد لله ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي ينهي الموسم بشكل جيد، وهو كمان اجتماعيا وبالنسبه للمنشآت شيء مهم. مجلس الاداره كمان بينظر للكومنتات او للتعليقات اللي موجوده، ولكن هو بينظر لهذه التعليقات وبينفذ. بمعنى ان انا طلعت من سنه انا فاكر اصلي الحلقتين دول ثلاث اربع حلقات ورا بعض لما كنا بنخسر في الهاند بول بنفس الطريقه. خلي بالك اللي هي كانت تبقى النتيجه فرق 4 للاهلي. حصل حصل. نعم اخر 5 دقائق. حصل الزمالك يكسب فرق 1. خلي بالك. فانا كنت بطلع هنا واقول لهم انا كنت ببقى يعني كاهلاوي يعني سخن على اصدقائنا يعني في المجلس. فيا جماعه يقول لك طب بس اصبر شوف الفرقه دي، طب اعمل، طب الفرقه دي الناشئين دول او الشباب دول هتشوفهم. بالفعل خلي بالك مع طبعا بعض مع وجود مدير فني جيد مع بعض التدعيمات، لا انت عندك خلي بالك ثلاث ارباع الفرقه اللي موجوده دي طالعين من الناشئين. صح. خلي بالك. لا واضيف على حاجه برضه حاجه مهمه جدا. انا بتكلم على الهاندبول. ان كمان الالعاب دي غلو الاسعار فيها اللي المنافسين عملوه عليك في السنوات الاخيره. انت بتضرب في التريبل. والله انا ما انا عايز اقول الرقم. لا ان شاء الله لما هنعمل حاجه ولازم الناس تعرف حاجه برضه يا كابتن اسلام بكل امانه، المجلس عمل ده ارضاء لسعاده جمهور الاهلي بكل امانه. ليه؟ بكل امانه. صح. الالعاب كلها لو جمعناها مع بعض كده وجبنا المداخيل بتاعتها بصراحة الأرقام مش هتبقى كبيرة خالص. لا لا لكن مفيش أرقام. مفيش أرقام. بالظبط. لا ما تقولش. لا أنا بحاول أجمل والله. لا مفيش أرقام. أنا بحاول أجمل. لا لا هو اللي بيسمع والله. بس الإدارة عملت كده بجد والله عشان جمهور الأهلي يفرح. الموضوع ما فيهوش منه أي مكسب ولا في منه أي بيزنس.
ده الإدارة عام خدت كل هذه التحديات عشان الجمهور يفرح انه في اليد في فريق بطل، في الباسكت في فريق بطل، في الفولي ان شاء الله في فريق بطل، في تنس الطاوله ان شاء الله نحتفل بالدوري في نهايه مايو وهكذا، كل ده ارضاء للجمهور. وضع في الاعتبار الاسعار النهارده يا كابتن اسلام، العقود والله 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 اتضربت في اربعه بالالعاب دي، ده حقيقي اتضربت في اربعه، مش في مش في مش في اثنين او ثلاثه، قريبا أربعة. ان شاء الله هنعمل حلقه مع يعني احد المسؤولين المهمين هيقول لنا على حاجات كتيره جدا جدا فيما يخص هذا الامر ان شاء الله قريبا جدا. عموما خلونا نطلع نشوف انفوجراف، نشوف الانفوجراف الاول ولا فاصل؟ فاصل؟ طيب نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنشوف بقى التحليل الفني لمباراه الاهلي والترجي من على شاشه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. احمد وكريم، برضو نتكلم عن تشكيل الترجي، نقاط الضعف، نقاط القوه، طريقه اللعب. تمام. طبعا الاول خلينا نقول ان الترجي فريق خبره، فريق مخطئ من يظن ان المباراه سهله حتى لو عنده غيابات، لا فريق احنا لسه عارضين احصائيه دلوقتي بتقول ان الترجي عنده 4 دوري ابطال افريقيا، صح، ففريق لازم، لا فريق بيعرف يكسب، والمباريات اللي زي دي ما تبصش خالص على نتائج الدوري، تتبص على مباريات الذهاب والاياب. خلينا نبدا بالتشكيل مع نبيل معلول. يمكن الترجي التونسي دايما بيلعب عنده طريقتين لعب في الفتره الاخيره، يا اما 4-1-4-1 يا اما 5-4-1. نبدا الاول بالتشكيل الاولاني، وده اللي انا شايفه ممكن يكون الاقرب شويه قدام النادي الاهلي، 5-4-1، وهو لعبها في مباراه رادس الاخيره في دور المجموعات ولعبها في دور الثمانيه قدام شبيبه القبائل. في حراسه المرمى محمد صدقي الدبشي، وده اللي هيعوض غياب معز بن شريفيه. الثلاثه اللي ورا ياسين مرياح المدافع الدولي في منتخب تونس، محمد امين توجاي الملقب بالصخره عندهم وبرده دولي في منتخب الجزائر، محمد علي اليعقوبي قد يدخل كمساك ثالث عشان غياب عمومه اللي هو المساك الثالث، رائد بوشنيبه وده واحد من اللعيبه الصاعده عندهم في تونس، محمد امين بن حميده ده الباك ليفت، دول الخمسه اللي ورا. قدامهم بيبقى فوسيني كولوبالي، محمد علي بن رمضان اهم لعيب في الترجي التونسي، محمد علي بن رمضان اللي هنتكلم عليه كتير، الاثنين الاجنحه عوده معتز صدام قد تكون تفرق معاهم، ان هو معتز صدام برضه هو اصلا لعيب ارتكاز ولكن هو بيوظفه كوينج يمين بيضم لجوه، قدراته الدفاعيه كويسه فبدا يحطه كوينج يمين، وطبعا في رشاد العرفاوي، هو او رشاد العرفاوي اللي هيبدا كجناح يمين، يا معتز صدام يا رشاد العرفاوي. ناحيه الشمال انيس البدري، وقدام المهاجم اللي هو تاني هداف الترجي بعد محمد علي بن رمضان اللي هو محمد علي بن حموده. هات التشكيل الثاني، التشكيل الثاني 4-1-4-1، وده اللي لعب بيه في مباراة الأفريقي الأخيرة. الاثنين برضه محمد صدق الدبشي، ياسين مرياح ومحمد أمين توجاي اثنين مساكين، رائد بوشنيبة هنا استغنى عن محمد علي اليعقوبي ودخل المغربي صابر بوكرين اللي هو اللعيب الارتكاز، بيبقى فيه اثنين بيكملوا صابر بوكرين ومحمد علي بن رمضان قدام فوسيني كولوبالي ورشاد العرفاوي الوينج اليمين برضه قدراته الدفاعية كويسة، وأنيس البدري ومحمد علي بن حمودة. نجيب الحالات ونقارن ما بين طريقتين اللعب وازاي هو لعب في مباراة الأفريقي كده ولعب قدام شبيبة القبائل بالشكل ده. هنا برضو على حسب المنافس، هو بنسبة كبيرة مباراة القاهرة هيلعبها بخمسة أربعة واحد، هناك لسه في احتمالين، يعني في احتمالين نجيب طرق اللعب. أول حاجة معانا ده الشكل قدام الأفريقي التونسي اللي هي المباراة الأخيرة في الدوري التونسي اللي هم خسروها 1-0، لعبوا بيه الأربعة واحد أربعة واحد، كولوبالي هو الارتكاز اللي بيبقى، فوسيني كولوبالي هو الارتكاز اللي بيبقى قدام الأربعة، وادي الأربعة واحد. احنا كده بنوري بس طريقة اللعب بيلعبوا ازاي، بناخد فكرة عن طريقة اللعب. 4-1-4-1 برضو بنفس الشكل قدام الأفريقي التونسي، نفس الشكل 4-1-4-1، وكولوبالي بيبقى لوحده واللي بيكمل قدام صابر بوكرين ومحمد علي بن رمضان، هما الاثنين اللي بيكملوا على الأطراف، أنيس البدري ورشاد العرفاوي بيبدلوا الأماكن، وقدام محمد بن حمودة اللي هو راس الحربة التونسي. ادي طريقة اللعب الأولانية. نجيب طريقه اللعب الثانيه بقى اللي هم لعبوا بيها قدام مين، قدام شبيبه القبائل في رادس اللي هو ماتش الاياب، لعبوا ب 5-4-1 اللي هي كانت بتتحول ل 3-5-2 في الحاله الهجوميه. ادي الخمسه اللي وراهم ودخل معاهم عموم اللي هو المساك كمساك ثالث، ولعبوا طول المباراه بال 5-4-1. ممكن مع الغيابات اعتقد ان ممكن نبيل معلول يفكر يلعب بالطريقه دي. هنا الطريقه برضو ادي الاربعه هم بيضغطوا اللي هم 5-4-1، هنا المهاجم بيسيبهم، بيسيبك تضغط، يعني بيسيبك على قد ما تقدر ان انت تحضر الهجمه، وده اسلوب الضغط هو دايما بيضغط فيه وسط الملعب وبيلعب على
الكرة الثانية فريق الترجي التونسي خاصة على ملعبه لما بيلعبوا بالخمسة أربعة واحد. هات برضو الصورة اللي بعدها هوريك التحول في الحالة الهجومية من الخمسة أربعة واحد دي، ده برضو قدام شبيبة القبائل في دور الثمانية. هنا مين اللي زايد؟ بص الباك اللي رايت باك اللي هو الباك اليمين والليفت باك اللي هو ناحية الشمال، هنا الباكين فاتحين الملعب لأن التلاتة ادت أريحية للباك رايت والباك ليفت إن هم يتقدموا. فهنا محمد علي بن رمضان هو اللي معاه الكوره بيقدر يعمل لهم التمريرات الطوليه للباك رايت اللي بيبقى قاطع والباك ليفت. فدي انا بشوف ان ممكن يفكر في باللعب بالطريقه دي قدام النادي الاهلي ان هو يلجا للثلاثه خاصه مع اعطاء اريحيه للباك ليفت والباك رايت بالتقدم. طيب عشان جمهور الاهلي برده يا كابتن اسلام يبقى قريب من وضع الترجي حاليا في الموسم ده، بكل امانه الترجي قاب قوسين او ادنى من خساره الدوري التونسي لانه بيقدم نتائج سيئه جدا. خسر من الاولمبي الباجي 2-0، بعديها خساره من نادي الصفاقسي 1-0، وبعد كده خساره من النادي الافريقي 1-0. وبالتالي طبعا احنا عارفين الدوري التونسي بيعملوا عندهم ما يشبه دوري النخبه، هما بيلعبوا دوري الاول بعد كده بياخدوا اول 8 فرق يلعبوا دوره مجمعه ما بينهم ذهاب واياب وبياخدوا على اساسها البطل والوصيف. وبالتالي نادي الترجي بصراحه حاليا في اصلا غيابات احنا اتاكدنا منها، معز بن شرفيه وحمد الهوني، الاثنين دول اكيد هياثروا على الفريق. كان حمد الهوني طبعا احنا عارفينه هو صانع اللعب الاساسي. عايزين نبص على مباراة الصفاقسي وخصوصا ماتش الصفاقسي، لان طبعا احنا عارفين الصفاقسي المدير الفني هو الكابتن حسام البدري، والكابتن حسام البدري عارف الترجي وعارف كمان اسلوب اللعب. فاحنا في وجهة نظري الاقرب لمباراة الاهلي والترجي هتبقى مباراة الصفاقسي. مباراة الصفاقسي، الصفاقسي برضو بيمر بمرحلة سيئة جدا، ورغم ده نادي الصفاق دي اللقطة قدامنا دي بس من اولمبي الباجي الاول. عايزين نشوف وضع دفاع نادي الترجي وهو بيلعب دفاع متغطي، يعني كابتن نبيل معلول بيلعب بالاربعه بيعمل بيهم اوفسايد تراب او بيعمل بيهم مصيده تسلل، الاربعه في حالات كتيره ما بيقدروش ينصبوا مصيده التسلل ودايما الخط ما حدش يقدر يرسمه، دي كوره الهدف الثاني. وبنشوف دفاع الترجي مش قادر ان هو ينصب التسلل وبالتالي بيتضرب بسهوله. نجيب لقطه وراها الكوره دي، شوف البطء الشديد من مدافعي نادي الترجي وازاي النهارده مهاجم الاولمبي الباجي خد الكوره وسبق المدافعين وقدر ينفرد بالمرمى. تاني كوره من الشوط التاني محدش يقدر يرسم خط، صعب جدا صعب جدا انك تقدر ترسم الخط، الدفاع عنده مشكله في نصب مصيده التسلل رغم ان هم بكامل ارادتهم اللي مختارين يلعبوا بهاي لاين، يعني الفريق حتى لو مش قادر يعملها ببساطه يلعب زون ديفنس، هم مش قادرين يعملوه وبالتالي بنشوف مشاكل كتير. ده كره الهدف الاول في ماتش الاولمبي الباجي، حاجه طبعا خطيره جدا. واحنا عاملين سبوت لايت على مين بقى؟ على بين حميده الظهير الايسر. طبعا ناس كتيره هتسال يا جماعه الياس شتي كنا بنتكلم عليه في السنوات الاخيره ولعب قدامنا كتير، فين الياس شتي؟ الياس شتي ترك نادي الترجي في يوليو الماضي وراح نادي انجي الفرنسي بعد ما فسخ العقد مع الترجي من جانب واحد ودخلوا في قواضي عند الفيفا، والترجي بعد كده خد يعني غرامه تقدر بمليون يورو. ده من مباراه الصفاقسي، والكابتن حسام البدري لعب على بن حميده، بن حميده هو اللي قدامنا هو اللي بيعمل الاسيست في الكوره دي للجنب الاخر، وطبعا شنيده زي ما قال ثابت على طول طاير قدام فما بيلحقش يرجع، وكمان بن حميده عنده مشكله كبيره جدا 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 في الارتداد. نكمل الحته دي، انا بس عايز اسالك يا اسلام سؤال. اتفضل. شايف اللعيب الصفاقسي اللي معاه الكوره ده عارف ده مين؟ لا. تخيل ده مين؟ مين؟ لاعب انت لعبته قدامه. انا لعبت؟ اه. اللي كان شادي الهمامي 10 سنين. شادي الهمامي. لسه شادي الهمامي. شادي الهمامي، شادي الهمامي اللي لعبنا في فاينل 2006. ده هو ده اللي كسبنا البطوله. شادي الهمامي الكابتن حسام البدري بيلعبه هاف ديفندر في نادي الصفاقسي، وهو طبعا عنده دلوقتي 36 سنه ما شاء الله، لعب معانا يا جماعه في 2006 الفاينل انتوا بتفتكروه. شادي الهمامي هو اللي عامل الاسيست. كان بيلعب عنده كام سنه؟ 16 بقى. كان صغير جدا يعني في الماتش اللي لعب معانا كان صغير، دلوقتي عنده 36 سنه وبيلعب ايه خط وسط، مش بيلعب حتى مساك، يعني ربنا يديه طول الصحه يعني طول العمر. يعني شادي الهمامي ومعاهم كمان كابتن حسام البدري معاه لعيب عراقي اسمه حسين علي السعدي، عايزين احنا نبص عليه الفترة الجاية، لازم الولد ده بصراحة ولد ممتاز جدا جدا جدا. قدر الكابتن حسام البدري بالثنائي ده
يعمل مشاكل كبيره للترجي. بص برضه على الترجي هنا يا كابتن اسلام، صعب ترسم الخط، وعلى طول بالدفاع بتاع الترجي بيلعب متقدم وبيتضرب بالكرات الطوليه. نروح لاخر صوره معانا في التوبيك ده قبل ما ثابت يروح للحته بتاعه، ولا دي كانت اخر صوره؟ تقريبا دي كانت اخر صوره. المشاكل الدفاعيه برضه تكمله لكلامك، تكمله لكلامك يا كريم. الماتش الافريقي ده ماتش الافريقي الترجي عنده مشكلتين. اول مشكله الترجي بيقع في اخر ربع ساعه بدنيا. طبعا صح، الترجي مشكلته مع نبيل معلول بدنيه اكتر من فنيه. فانت النهارده كمارسيل كولر ممكن ترسم التكتيك بتاعك ان انا اخطفهم في اخر ربع ساعه. اخر يا كريم اخر 11 ماتش داخل فيهم، حتى لو الماتش بدون جمهور، حتى لو لان انت تسع، هو ما بدون جمهور ده على فكره احسن لهم، لان جمهورهم بيضغط على فكره. جمهور الترجي بيعمل ضغط على اللعيبه يعني. في الماتشات الاخيره في مباراه شبيبه القبائل اتعادلوا 0-0 على ملعبهم. كابتن شريف عبد المنعم قال لي نفس هذا الكلام، ان هو جمهورهم هو اللي بيعمل لهم ضغط، بيعمل عليهم ضغط بالظبط، بدليل ان الترجي نتائجه بره ملعبه احسن من جوه ملعبه. فالنهارده عدم تواجد جمهوره، لا انت لازم تعمل لهم الف حساب. الحاجه الثانيه داخل فيهم 9 اهداف يا كابتن اسلام في اخر 11 ماتش، 5 منهم في اخر ربع ساعه. اوكي، فدي نقطه مهمه جدا. بص هنا التراجع، اولا انا شايف ان هم عندهم مشكله دفاعيه في التمركز. بص هنا الخمس مدافعين كلهم عينهم على ايه؟ على الكوره. هنا اللاعب الافريقي هات في الدقيقه 49 دي الكوره اللي جت في العارضه، هنا بيرفع الكوره كمل. بص كلهم عينهم على الكوره وسايبين رقم 9 المهاجم بتاع الافريقي بيستلم. طبعا المدافع ده المدافع ده طلع غلط، اللي هو عليه اكس، عاملين عليه اكس كده. المهاجم استلمها واخدها باكورد جت في القايم. الكوره دي كانت واحده من احسن الالعاب في مباراه الافريقي والترجي، اللي هي الديربي التونسي اللي كان من يومين، جت في القايم. فدي واحده، انت بص على التمركز عندهم مشاكل في العرضيات. هنا نركز قوي في الدقيقه، جون الافريقي جاي في الدقيقه كام؟ 80. بص هنا العوده الدفاعيه والارتداد الدفاعي قوي. جون حلو. مين اللي كسل يرجع؟ محمد علي بن رمضان اللي هو نجم الفرقه. أيوة. بس ده دليل ان هم بدنيا، خلي بالك، وبدنيا الفرقه كلها بدنيا بتقع في اخر ربع ساعه. هنا بص محمد كسل يرجع معاه، الكره جايه من اوت، تفصيله صغيره اوت اتلعبت. بص برده نفس المشكله، كل المدافعين بيبصوا على الكوره في الكرات العرضيه وسايبين مين؟ وسايبين المان، مفيش حد بيراقب، هو كله بس بيبص على الكوره. فانت هنا مهم ان انت تركز على الكرات العرضيه، تخلي بالك ان اخر ربع ساعه الترجي بيقع بدنيا. بص هنا المان واقف، المهاجم بتاع الافريقي اللي سجل الجون واقف لوحده خالص، لان هم كلهم مركزين مع الكوره. وكمان واضح ان في ارهاق بدني، يعني في ارهاق بدني من كتر برضو تتابع الماتشات او ضغط الماتشات، فواضح. وهي مجموعه هتلعب ما بيغيرش كتير، هو اصلا يعني الترجي السنه دي معهوش دك، عنده مشكله كبيره جدا في دكه البدلاء. فدي دي جون. نكمل برضو بقيه الالعاب. بص هنا هتلاقي في مشاكل دفاعيه كتير، نفس المشكله برضو. هنا الدقيقه كام؟ 84. ده ماتش شبيبه، ده اللي كان فين؟ في فرادس. اتعادلوا 1-1 على ملعبهم. أيوه. اتعادلوا 1-1 على ملعبهم فرادس قدام شبيبه القبائل. هنا نفس المشكله. دي ارجع بس للصوره اللي قبلها، بص كام واحد هنا موجود من الترجي لسه راجع. بص في الدقيقه 84 التراجع البدني، بطء في الارتداد الدفاعي، التراجع البدني بتاع لعيبه الترجي في اخر ربع ساعه. قدر برده زي ما حصل في الافريقي اهو في الدقيقه 84، زي ما حصل هنا برده، ده كانت مباراه شبيبه القبائل، حصل في الافريقي، حصل في الاتحاد المنستيري، حصل في كذا ماتش. في الترجي دايما بيقع في اخر ربع ساعه بدنيا. عندهم مشكله زي ما انت قلت يا كريم في التغطيه العكسيه للاطراف. بص هنا الباك رايت رايد بوشنيبه ترقص، وهنا الباك ليفت عندهم مشكله في التغطيه، في التغطيه العكسيه. هو ما عرفش بن حميد، ما عرفش يعوض ليش شتي بصراحه. ليش شتي عشان كده فكر ان هو يلعب بثلاثه ورا، لما لقى ان الفريق فيه بعض المشاكل الدفاعيه وفي بعض الثغرات بدا حتى هنا المباراه دي كانوا بيلعبوا فيها ثلاثه وبدات تظهر برده المشاكل الدفاعيه. يعني بص هنا نفس الجون، الكره ارتدت وقدر ان هو برده يسجل من خلالها. نكمل برده، برضو كل دي مشاكل، احنا جايبين بعض المشاكل في الكرات العرضيه. تعال بقى، يعني احنا مش هنتكلم برضو على مشاكل دفاعيه بس انا عايز اوريك على التعامل مع الضغط. عندهم مشكله تانية كارثيه، احسن حاجه ان انت تعمل ضغط عالي عليهم، بيرتكبوا جدا في تحضير الهجمه. بص هنا لما الافريقي عمل عليهم ضغط عالي ممتاز في المباراه دي، يمكن هنا الضغط برضو. هنا بص الكره هتلاقيها اتقطعت، مجرد ان انت عملت ضغط عليهم في وسط الملعب قدر ان انت بص دي كانت كان انفراد، الكره دي ارتدت بانفراد وتقريبا ضاعت. بص كمل، بص هنا الكره اتقطعت راحت لرقم 7 اللي هو بيلعب في الافريقي قدام. بص بقى نفس تحس ان نفس الصوره بتتكرر، الارتداد الدفاعي بتاعهم، الكره لما الضغط لما انت عملت ضغط عليهم اتقطعت وتحول من الافريقي بشكل ممتاز. نفس الكره بالظبط. بص كمل هنا برضو الرقابه كلهم باصين على ايه؟ على الكوره وسايبين مين؟ المان بتاعهم. هتلاقي رقم 9 اللي جاي ده قطع على ورا القطعه القريبه دي، مسكين وحطها فوق العرض.
كوره اصلا غريبه، ضاعت غريبه جدا، في كور ضاعت، يعني احنا جبنا كوره القائم اللي فات والكوره دي برده ضاعت، فواضح ان بص هنا تقدر ان انت تستغل، هنا ممكن تفكر في مهاجم عن بيتحرك بشكل كويس، كهربا ومحمد شريف يقدروا يستغلوا المشاكل الدفاعيه الموجوده هنا برده نفس الفكر. البيلد اب هنا مين اللي معاه الكوره؟ محمد امين توجاي بيبدا يحضر الهجمه، بيدور على كولوبالي ممسوك فهيلعبها لمين؟ لبن رمضان اللي هو رقم خمسه اللي بيحضر دايما الهجمه. توجاي هيباظي، هيبص يلاقي بن رمضان، بن رمضان هيستلمها غلط هتتقطع منه وبرده هيتحول بهجمه خطر على الافريقي. فانت هنا تفكر، طب انا ابدا بضغط عالي، الفرقه دي عندها مشاكل في التعامل مع الضغط، دي مهمه جدا، وممكن اضغط في اول ربع ساعه طبعا، دي حاجه مهمه بحيث ان انا النادي الاهلي رايح هناك بشخصيه احاول اخوفهم من الاول. خلي بالك يا ثابت، النادي الاهلي وبيلعب في رادس دايما بيحط في اللعيبه بتحط في اعتبارها برضو الضغط الجماهيري، يعني افتكر حتى ماتش 1-0 لما كسبنا 1-0 برضو بدايه المباراه الترجي كان برضو نازل بحماس الجمهور. هذه نقطه خلي بالك، ماتش الافريقي اللي بتتكلم عليه ده في تونس بيلعبوا الماتشين ذهاب واياب، لا 80-20 يعني الترجي الافريقي طبعا زي الاهلي والزمالك في مصر، بس بسبب هناك تعليمات الامن فالماتش ده كان ماتش الافريقي، كان كل الاستاد استاد افريقي، الترجي خد مدرج واحد بس، والعكس هيحصل في ماتش الدور الثاني، الترجي هو ياخد الاستاد كله، وبالتالي هنا الترجي اللي بقول لك عليها اللعيبه فعدم وجود الجمهور فعلا كانوا مرتبكين، الماتش ده كان ممكن يخلص بسكور للافريقي لو كانوا تعاملوا مع الفرص اللي اتيحت لهم. بن رمضان هو الخطر الحقيقي على النادي الاهلي في المباراه دي، اهم لاعب في فريق الترجي محمد محمد علي بن رمضان. بص دايما يا كريم بيكمل جنب المهاجم جنب محمد بن حموده، هم اسلوب لعبهم اللعب المباشر، ان انا بعمل التمرير الطولي، محمد بن رمضان مكمل كاي لعيب رانر، لعيب بيجري ورا محمد علي بن حموده، كمل هات اللعبه هتلاقي ده الجون بتاع الترجي في شبيبه القبائل في دور الثمانيه، اتلعبت له تمرير طولي قدر ان هو يستخدمها ومميز جدا بالتسديد. واحد من بلاش نعمل فاولات حوالين منطقه الجزاء، لان بن رمضان مهاري جدا في عنده مهاره التسديد، احنا لسه شايفين ماتش امبارح الريال والسيتي الجونين من تسديدات بره المنطقه. حل التسديد ومهاره التسديد دي مهم جدا حتى ان احنا ننميها كلاعيبه عندنا، ان احنا بص هنا بيشوط من 25 متر محمد علي بن رمضان جابها جون، دي في برده في احد المباريات الدوري التونسي الاخيره. نكمل برده هنا كره هتلاقيها فاول قدر ان هو يسجل من خلالها، يعني بيسدد من متحرك وبيسدد من ثابته، ضربه ثابته قدر ان هو لو قيس المسافه هتلاقيها من حوالي 23 متر، بتتكلم في 23 متر قدر ان هو يسجلها من ضربه ثابته. فبلاش نعمل فاولات حوالين منطقه الجزاء، لان بن رمضان مميز بالتسديد، بن رمضان بيشوط ولا تسيب له مساحه ان هو يشوط، ولازم تضغط عليه. صحيح. بن رمضان لو عملت، انا شايف ان انت تعمل عليه مان تحديدا، ليه؟ واحد من وسط الملعب دايما يقرب له تحديدا بن رمضان، ليه؟ لان انت هتمنع بناء الهجمه للترجي من ورا، الحاجه الثانيه هتمنع التسديد، الحاجه الثالثه هترهقه بدنيا. صحيح. لان الترجي بيقع بدنيا في اخر ربع ساعه، فمع الضغط الجامد على محمد علي بن رمضان هتقدر ان انت تغلطه. تكملة بقى للكلام في الشق الهجومي، واحدة من النقط المميزة عند الترجي اللي برضه الناس ما تفهمش ان احنا بنتكلم على فريق قليل، عندهم مشاكل كبيرة جدا، لكن تبقى مباراة الاهلي والترجي طبعا ليها حساباتها الشخصية. ماتش الاولمبي الباجي واضح جدا جدا يا كابتن اسلام ان نبيل معلول من المدربين اللي بيحبوا يهاجموا عن طريق الاطراف، واحدة من اهم الالعاب بيلعبوها كتير قوي 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 قوي، ان الفول باك يجري لغاية منطقة الجزاء ويرجع الباك باس الشهيره المعروفه دايما بتتعمل للقادمون من الخلف. المباراه دي طبعا اللي كان بيجي ده كان حمدو الهوني قبل ما يتصاب وخد الكوره فعلا وشاط في اتجاه المرمى وضيعها. ترجي ما بيهاجمش من العمق خالص لان الفريق مش سريع، ما عندوش المهاره الفرديه تخليه يخترق من العمق. الكوره دي بقى بتورينا قد ايه الفريق ربما عنده بعض العشوائيه لما برضه يجي يهاجم. نشوف الكوره دي حامل معاه الكوره اصلا مش شايف ان زميله في وضع تسلل، وكمان في اتنين كان المفروض واحد منهم يجري في المساحه الفاضيه ما جريش ودخل في الزحمه، ده باين لك قد ايه في بعض العشوائيه، ولكن الفريق بيهاجم طول الوقت من على الاطراف وبيبعده تماما عن عمق الملعب. في مقارنه بقى رقميه، تعال نترجم الكلام ده بالارقام، هتلاقي في مقارنه ما بين ابرز اللعيبه، هات مقارنه ابرز اللعيبه اللي هي الثانيه اللي فيها الابرز اخر حاجه معانا، مقارنه مين الاكثر تسجيل الاهداف، مين الاكثر اسيست اللي هي مش فيها الشعارات، المقارنه الثانيه يا جماعه لو نسجل نجيبها هنلاقي ان الاكثر تهديف للنادي الاهلي هتلاقي كهربا. اهي المقارنه اهي، دي مهمه جدا بتبين لك مين ابرز اللعيبه في كل فرقه. الاكثر تسجيل للاهداف كهربا، النادي الاهلي مسجل 4 اهداف، محمد علي بن حموده اللي هو المهاجم في الترجي مسجل كام؟ 3 اجوان. الاكثر اسيست صناعه للاهداف علي معلول عامل 5 اسيست.
حمدو الهوني، وطبعا تأثير غيابه واضح جدا لأنه حتى موجود في الأكثر معدل صناعة للفرص، بيصنع 1.9 فرصة في الماتش الواحد. علي معلول بيصنع 1.9، أكتر لعيب بيصنع فرص في النادي الأهلي. نيجي للأكتر معدل محاولات على المرمى، مين بقى في الترجي؟ محمد علي بن رمضان اللي هو لعيب الوسط، بيعمل أكتر معدل، يعني بيروح على الماتش 3 محاولات في الماتش، بيسدد 3 محاولات اكتر من لعيبه الاهلي كلها. يعني لعيبه الاهلي اكتر واحد كهربا بيعمل 2.2 تمام، 2.2 يعني. لكن محمد علي بن رمضان الرقم ده مهم جدا. الاكتر معدل مراوغات ناجحه محمد علي بن رمضان في الترجي 2.5، حسين الشحات في النادي الاهلي 2. تعال بص على ارقام مروان عطيه الممتازه في الانترسبشن. الاكتر معدل تدخلات دفاعيه مروان عطيه بيعمل 2.5 في الماتش الواحد، محمد امين بن حميده 2.9 في الماتش الواحد. الأكتر معدل تمريرات صحيحة في النادي الأهلي مروان عطية 56.3 في الماتش الواحد. ياسين مرياح اللي هو المساج بتاع الترجي بيعمل 55.3، ده دليل إيه؟ إن هو برضو بيعتمدوا عليه في بناء الهجمة ياسين مرياح. الأكتر معدل تاكلينج صحيح مروان عطية برضو في النادي الأهلي بيعمل 2.8 في الماتش الواحد، يعني تقريبا 3 في الماتش الواحد. محمد علي بن رمضان الموجود تقريبا في كل الأرقام بيعمل 2.8. إذن الأرقام بتقول إن محمد علي بن حمودة بيسجل الأهداف أكتر في الترجي، حمدو الهوني غيابه هيكون مؤثر بشكل كبير جدا على الترجي لأنه بيصنع فرص كتير، محمد علي بن رمضان مسته في التكملة ومعدل محاولاته 3 في الماتش الواحد. إذن أرقام تدل على إن إحنا بنلاعب فريق قوي، فريق عنده بعض كل الفرق فيها نقاط ضعف ونقاط قوة، فإحنا اتكلمنا في كل نقاط الضعف وكل نقاط القوة فيما يخص فريق الترجي التونسي. مؤخرا لو هنتكلم عن النادي الاهلي، لو حبيت تقول تشكيلك للنادي الاهلي من وجهه نظرك الكريم. انا اعتقد التشكيل اللي احنا بنتكلم عليه كل مره في وجهه نظر محمد الشناوي حارس مرمى، ان شاء الله اذا محمود متولي خد الكليرنس الطبي ان هو يقدر يشارك مع ثنائيه مع محمد عبد المنعم، اكيد محمد هاني محافظ على الباك اليمين، علي معلول ان شاء الله محافظ على الباك الشمال، خط الوسط اتمنى نكمل بيه الثلاثيه الجديده اللي هي مكونه من مروان عطيه وحمد فتحي واحمد القندوسي، كان عاجبني جدا اداؤه بصراحه في مركز 8. والثلاثي في وجهه نظري الثلاثي بقى المناسب للمباراه دي كهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو. انا عندي تصور تاني خالص. يمكن انا برضو اختلف شويه مع كريم في مركزين، يمكن طبعا حراسه المرمى الشناوي، بشوف ياسر ابراهيم مهم في ماتش زي ده عشان الكرات العاليه، ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. اوكي. ناحيه اليمين محمد هاني وعلي معلول، الثلاثه اللي في النص شايف ديانج مهم جدا، ديانج ومروان عطيه وحمدي فتحي. الثلاثه دول لان انت ماتش دفاعي اكتر، انت رايح تامن وفي نفس الوقت مهم ان انت تسجل هدف، لان انت لو جبت جون يبقى بنسبه كبيره ان شاء الله صعدت، لكن لو ما جبتش جون هتفضل مقلق في مباراه الاياب. دي حاجه مهمه. على الاطراف حسين الشحات وكهربا، كهربا راس حربه وحسين الشحات وبيرسي تاو. هو مش اسلام كولر عنده عشان كده انا بسيبهم يقولوا التشكيل، يعني ما فيش مشكله خالص، لانه في النهايه كولر بيعمل اللي هو عايزه واللي هو شايفه صح. انا بشكركم شكرا جزيلا، كل الامنيات الطيبه للنادي الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه يفرحنا ويفرح جماهيره بهذه المباراه المهمه في الدور قبل النهائي. فبشكركم مره ثانيه دكتور احمد وبشكرك كابتن كريم. شكرا جزيلا، كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع. إن شاء الله إن شاء الله يوم الحد نلتقي مع حضراتكم وتكون حلقة جديدة وحلقة ممتعة للبيت الكبير، وإن شاء الله نكون كلنا مبسوطين إن شاء الله بعد يوم الجمعة القادم. أشوف حضراتكم على خير، إلى اللقاء في حلقة يوم الحد من البيت الكبير.